بقولك ايه، انا النهارده عربيتي شفت فيها حاجات غريبه جدا حصلت. ما انت اتاخرتي قوي لينا، انت ليه اتاخرتي كده؟ لا انا لقيت في ست حامل طلعت لي فجاه على التابلو. ست حامل؟ والله مفيش لمبه في التابلو خالص فيها ست يا حامل. يا بنتي ركزي، ست حامل كده. فانا اتخضيت قلت العربيه في حاجه، في هنقول مبروك قريب ولا حاجه. وبعد كده عملت تك 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 ورا بعض، تك تك مش تك تك عشان في فرق. وانت كنت بتدوري ولا كان ايه اللي بيحصل؟ تك تك وست حامل، انا شايف حاجات غريبه بتحصل. احنا هنا عيش سعيد، مش عايزين نخش في الحاجات دي. طيب ست إيه؟ حامل دي لمبه حمراء، دي لمبه أصلاً. الايرباك حضرتك كده. احنا مالناش خلاص، مالها الايرباك؟ ما الدنيا حلوه. لا لمبه الايرباك دي طالما نورت يبقى ممكن يبقى في مشكله في شريط الايرباك، مش في مشكله في الايرباك نفسه، ان هو يعني هو عشان بس اللمبه مبروك بيبقى فيها دايره. تيك مبروك العربيه حامل. بالظبط، انت واضح انك فاهمه في التيك والحاجات دي البطاريه، او ممكن يبقى في مشكله في المارش. بجد والله، فدي حاجه تانية خالص اصلا. فاحنا محتاجين ان انت تبقي ايه يعني درجه في العربيه شويه اكتر من الست الحامل اللي طلعت. لا بس انت هتقعد تفهمني النهارده بقى زي ليا والامثالي الناس الكتير دي. انا بتعلم منكم بقى الحاجات اللي الاسامي لمبه الست الحامل، شريط الايرباج اللي هو بيبقى علاء الدين، الحاجات اللي هي بقى الحاجات اللي انا بستغربها في ابريشاي. هو ده بقى الحاجات دي اللي انا بتعلمها منكم وبتعب منكم. لا ده بقى مش بيبقى العربيه بتقول لك ريحي شويه خدي كوفي، لا ده بيبقى حاجه تانية، بيبقى فيه زيت بينقط. نقف بقى لمبه حمراء توقفي فورا. لا ده احنا نقعد ونستنى، نقعد بس نقعد كده ونشوف قعده عرب ويلا بينا. قعده عرب ويلا بينا على طول. يا مساء الفل على كل بيشوفونا، حلقه جديده ويوم جديد من عيش سعيد، ويا رب دايما كده مبسوطين وكل سنه وانتم طيبين وكل المصريين بخير يا رب، وان شاء الله كده ايامنا كلها حلوه واحتفالات ومناسبات سعيده ودرجات حراره عاليه جدا. بس يعني معلش يعني انا مش ده الصيف يا جماعه اللي متعودين عليه، داخل قوي بقلب. بس يعني ان شاء الله تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال، وطبعا بتوحشونا جدا جدا جدا، ويا رب تكونوا في احسن مود واحلى حال. وان شاء الله النهارده حلقتنا جميله ولطيفه. بس قبل ما نبدا ونقول لكم عندنا ايه النهارده، خليني امسي على صاحب الصحاب. ازيك يا سوسو؟ صاحبي يا صاحبي، عم الناس داخلين على اجازه وايه، هتبقي مبسوطه قوي. جدا جدا، اموت في الاجازات. طبعا كل سنه وانت طيبه مقدما كده قبل العيد. مساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا ويتابعونا النهارده، ان شاء الله يكون يومكم حلو وجميل وسعيد. وحلقتنا النهارده فيها حاجات كتير قوي، بس قبل ما نبتدي كده ونقول لكم عندنا ايه، عايزه اتناقش مع لينا كده في موضوع ومعاكم برضو، ممكن تقولوا لنا رايكم على السوشيال ميديا. سمعت كده عن حاجه جديده كانت قلبه الدنيا على السوشيال ميديا، عن اجازه جديده اسمها ساد ليف. دي بقى ايه يا ستي؟ انا احكي لك. اجازه اسمها اجازه الزعل، نوع جديد من الاجازات عملته شركه صينيه، وهي بتكون مدتها 10 ايام خلال السنه. يعني ليك 10 ايام في السنه بتقوم من النوم تحس ان انت مش مبسوط كده، مش رايق، مزاجك مش تمام، فتقول لهم صباح الخير انا مش جاي النهارده. ليه؟ والله متضايق، عندي ساد ليف، انا مش 10 ايام، انا هاخد النهارده يوم ساد ليف، مودي وحش، انا مش تمام. الفكره ان انا لو كانوا فاتحينها انا على طول ساد. حضرتك مش مبسوط، عمري ما اتبسطت والله. الفكره بقى لينا كمان ان ال 10 ايام دول مش هيتخصم لك فيهم مرتب يا شيخه، واخده بالك انت؟ جامد. دول من رصيد اجازتك، يعني ليكي 30 يوم. قانون العمل عندنا في مصر هنا بيقول لك 21 يوم للي ما تمش يعني بقاله مثلا اكتر من 10 سنين بيشتغل بياخد 21 يوم رصيد اجازاته على مدار السنه، اللي اكتر من 10 سنين بياخد 30 يوم في السنه. فال 30 يوم دول على جنب، لا زود عليهم 10 ايام كمان، انت معاك 40 يوم منهم 30 يوم اجازات اللي هي سيك ليف بقى، على الحاجات التعب على الحاجات الكتير دي، و10 ايام ساد ليف. ساد ليف مجلس اداره بقى الشركه الصينيه دي قال ان في اوقات كتير قوي الشخص بيبقى صاحي، اي حد فينا بيكون مقريف. مش سعيد، مقريف. لا بيسلم كده فاقد الشغف، اللي هو انا فعلا فعلا مش قادر اقوم، يعني انا فعلا مش قادر اقوم السرير واتعامل. اصل خلي بالك اللي بيبقى متضايق او حاسس ان هو فاقد الشغف ده لو راح الشغل مش هينتج، هو ده حقيقي زي اللي قاعد في البيت. فانت اللي هو طب وليه تيجي وتدي نيجاتيف انرجي لاصحابك وتعمل والناس تقعد تقول لك مالك فالشغل يتعطل، ما تقعد في بيتكم فعلا وتاخد اجازه اللي هي ساد ليف دي او فقدان الشغف اجازه دي، وما تجيش وعادي ويحلنها من القرف ده كله. عشان كده مدير زي ما قالت لينا بالظبط، عشان كده ده اللي قاله
مدير الشركة الصينية قال إن في حاجات كتير قوي بتبقى وهمية وكذب وأعذار مختلفة الناس بتقولها، بس لمجرد إن هم صاحيين الصبح مش قادرين يجوا أو هم متضايقين أو أنا فعلا ما عنديش الطاقة إن أنا أدي النهاردة وأعمل يعني أبقى بضغط على نفسي عشان اشتغل، ابقى عندي الطاقه ان انا اشتغل، فانا دلوقتي حزين لسبب ما ومكتئب لان في كميه كده بتكذبهم في الاجازات. في ناس بتموت بجدها 5 مرات وجدتها 20 مره، وبيحصل مواقف بقى ان مثلا مدير يكلم يعزي يلاقي مفيش عزا وتحصل كارثه. فيا جماعه واصل الدائري كان واقف فقلت ارجع، اصل الكاوتش فرقع فقلت خلاص. ما على سيره زميل ما كان بيصور يعني بيصور باشكال مختلفه بعربيات مختلفه في اوقات مختلفه، كل ما يلاقي زحمة حتى لو ما عندوش وقت ده شغل يصور زحمة علشان يشيلها بقى ليتر اون ان شاء الله هبقى استخدمها بقى هحتاجها. يعني ادي صوره زحمه يا جماعه، كاوتش نايم، ادي صوره كاوتش نايم يا جماعه. انا عندي مش عارفه ليه والله بنضطر نكذب. طب انا مش عايزه اروح عشان انا تعبان خلاص فول ستوب، مش عايزه اجي، ايه المشكله؟ يعني نفسي اعرف ايه المشكله. لو طبعا حاجه بقى ملحه يعني اجتماع مهم لا حاجة بس طرقة. بس في حاجه، في ناس بتستخدم الموضوع ده بالزياده بتنحته للامانه. ان كان حبيبك عسل بتلحسه. انا عندي 10 ايام فانا النهارده ايه ده انا استخدمت من ايه ده السنه قربت تخلص وباقي لي 8. لا ده انا 8 الجايين كلهم انا ساد. يا عم في ايه؟ طب تعالى ونحل لك القصه، طب تعالى نتكلم مع بعض 1-to-1 ميتنج. مفيش، انا زعلان دلوقتي. بس على الاذر سايد او في حته ثانيه في ناس فعلا بتصحى مش قصدنا فاقد الشغف او مش قصدنا حاجه معينه، بس بتصحى فعلا بتكون مخنوقه لسبب ما، عندها مشكله شخصيه، عندها اي ايشو تاني غير المرض، مش هتقدر تاخد اجازه مرضيه. فمن غير كذب ومن غير اعذار وهميه بيضطروا ان هم في الشركه الصينيه الجميله القمر اللي يا رب كده كل الناس تاخد منها كده عظه وتشوف الكلام بتاعها ده كلام ضرر، تقوم قايل ايه معلش يا جماعه سوري انا النهارده واخد يوم من اجازاتي الساد ليف، لان انا لو جيت الشغل مش هعرف اشتغل وهبقى متضايق وهبقى قاعد زي ما بيقولوا زي عدمه كده. بالظبط. طيب سيبينا بقى من اجازه الساد ليف دي، لان انا حاسه بعيده قوي. لو احنا بعيد قوي مش ما اظنش هناخدها في حياتنا ولا هتطبق في يوم من الايام، بس دي شركه مش شركات، يعني هو ده مش قانون عمومي في الصين، دي شركه مش شركة. هو مدير رحيم بالناس اللي عنده فقرر يعملها يعني. طيب سيبنا بقى من الاجازه ساد ليف والكلام ده كله يا باشا، عادي اعمل اللي انت عايزه. عندنا بقى يا سهى النهارده اخبار مختلفه واخبار لطيفه جدا. هنتكلم عن لص. طب انت لو تقولي لنا اللص ده عمل ايه؟ انت يا ابني عملت ايه؟ ده خطير. وهنتكلم عن ناس لقت كنز في بحيره بطريقه مختلفه وبطريقه حلوه جدا، فحاسه ان انا متحمسه جدا ان انا اقول لك لقوا الكنز ده ازاي، وعندنا اخبار النهارده حلوه جدا. كمان لينا غير الاخبار اللي لينا قالت لكم عليها، عندنا كمان اخبار من نوع تاني وهي نشره اخبار الترندات على السوشيال ميديا، ايه الحاجات الجديده اللي حاصله على مواقع التواصل الاجتماعي وطالعه ترند والناس مهتمه بيها، فتابعونا هتعرفوا اخر الترندز اللي موجوده على السوشيال ميديا. كمان طبعا الحلقه مش بتحلو ولا بيبقى ليها طعم غير بوجود ضيوف منورانا طبعا في الاستوديو. فلكل الناس اللي عايزه تعرف معلومات حلوه جدا عن العربيات، عندنا النهارده ضيف عزيز جدا وهو احمد سالم، هو صانع محتوى ليه علاقه بالعربيات على السوشيال ميديا، وهيقول لنا بقى تفاصيل مهمه جدا كمان مع الصيف وارتفاع درجات الحراره، بقى في تيبس اند تريكس مهمه جدا لازم نعملها في العربيه، وهيكلمنا عن العربيات. وكمان يا جماعه المحتوى ده للستات وللولاد، يعني مش لازم عشان عربيات فولاد بس، لا بالعكس هو بيفيد جدا الاثنين. كمان هينورنا مجموعه النهارده من الشباب المميزه جدا، خدوا مركز اول لعرض جميل جدا ميوزيكال كده على المسرح، وخدوا فيه المركز الاول في مهرجان ابداع في دورته ال 12. يعني موريس من هينورنا النهارده، ومحمد معز، وكمان عصام. هم يا جماعه شاطرين جدا وعندهم فاشن خطير، وهم كمان يعني موهبه كده فذه من نوعها، فان شاء الله هيكونوا منورينا النهارده، لان احنا دايما بنهتم بالشباب اللي تكون عايزه تعمل حاجه حلوه واللي بتعمل حاجه مشرفه، فده اصلا بيكون هدف برنامجنا دايما ان احنا نسلط الضوء على الناس دي. فمتحمسه جدا يا سهى لحلقتنا النهارده فيها حاجات لطيفه جدا جدا. بما اننا بقى زي ما لينا قالت لكم عندنا ضيوف خطيرة وعندنا أخبار يعني نفسنا نقولها لكم بسرعة، وعندنا ألعاب وعندنا حاجات مختلفة، فخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نبتدي حلقتنا. استنونا. عمرو دياب جه سلم عليا سلام جامد قوي بقى، اللي هو انا انتمي 50 عمرو
عارفة أحلام نومة العصاري، أنا أحلامي والله يا جماعة وفجأة لقيت محمد فؤاد فبرضه صاحبي. حرامي غريب شوية يعني، هو زي ما بيقولوا كده منحوس. منحوس ليه؟ لأنه اتقبض عليه وهو نايم في الشقة اللي بيسرقها. واحد من ابطال عرض بيموت، فالمفروض ان احنا يعني في النص انا بقول كده من لوجو المفروض اشيله واطلع من كده سلم وبتاع اقول من لوجو احطه على السلم. انا في العرض حسيت ان الدنيا بتنهار من يعني شلته وكده فلقيت السلم كبير قوي من دول تجارني احسن يلا ندوس عليه بقى بجد. رنيت على الارض كده كملت انا عايز. بص هو حته ان انا اروح ابص على العربيه واشتريها لوحدي مش هينفع لو انا مش فاهم في العربيه. حتى انا شخصيا ما ينفعش اروح اشتري عربيه لوحدي. ليه بقى؟ لان انا ما بفهمش في الصاج بتاع العربيه ده، هل العربيه دي ملحومه ولا لا، عامله حادثه من حته معينه ولا لا. في ناس متخصصه في الحاجات دي، ممكن تجيبي حد مش فاهم اللي هم ممكن يكون معاه قلم بايظ الحاجات دي مش برضو دي مش ايه ده يعني. انا لو اشتريت القلم ده ما اعرفش اكشف انا بنفسي؟ لا طبعا، ده القلم ده اصلا ساعات ما بيطلعش الحاجه مظبوطه. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، وجت فقره لطيفه جدا. انتوا بقى يا جماعه وانتوا قاعدين في البيت دلوقتي بتتفرجوا علينا من اي مكان هتلعبوا معانا وامتحنوا نفسكم كده في البيت وانتوا قاعدين جروب مع بعض، وانا وسهى بقى هنشوف مين فينا اللي هيكسب. فقره الالعاب دايما خسرتنا بعض كتير بس سنظل اوفياء لبعض باذن الله، يعني يا رب ما نقومش نضرب بعض. لا 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 تمام يعني. احنا كل واحد فينا عارف هو شاطر في ايه وهيعمل ايه وبيسد خلاص فيه. يعني انا في حاجات اكلم لينا دي منطقتها، في حاجات اكلمني دي منطقتها. عندنا النهارده كولكشن العاب لطيف، منها اغاني امثال اسئله، فان شاء الله كده تبسطوا لاننا معانا توليفه لذيذه من الالعاب، والصيف يحب الالعاب كده. وبعدين كده كده اختلاف الدرجات في الالعاب لا تفسد لينا قضيه. يعني مش على طول بس ماشي. يلا بينا نتخانق. 1 2 3 شيرين عبد الوهاب ما انت لو مسكتي على بالي ولا انت داري صح ولا ايه؟ انا قلت شيرين وهي قالت هي هي؟ هي على بالي. هي الاغنيه نص ونص. انا قلت شيرين انت قلتي على بالي. بس يعني هي كانت باينه من الاول ان هي شيرين، بس انا حسيت ان اللعبه صعبه قوي يا جماعه. طيب اللي بعده يلا بينا اللي بعده الاغنيه اللي بعدها. ده محمود الليثي ده ولا ايه؟ عم المجال كله محمود الليثي صح؟ صح؟ عيب ان الصوت عرفه ولا لا؟ انا عيب في حقي كواحده متخصصه. انا عاجبني الاغنيه دي، انا عاجبني في خلاف كده ما بين اتنين مطربين بدون ذكر اسماء فقاعدين بيردوا على بعض بالاغاني، فانا بعرف الخناقه من خلال الاغاني دي. طيب اللي بعده هو ده حسين الجسمي؟ لا حسين الجسمي دي الأغنية الجديدة هي؟ دي صعبة ودي انا عارفة مين اللي اختارها، واتمنى ان هو ما يختارش اغاني تاني عندنا في البرنامج لان احنا هنا المعلومات بتاعتنا احنا لازم نتعود بنتعود يعني عادي هتلاقينا كده مثلا على الحلقة الخامسة باذن الله ابتدينا نبقى بربنت. طيب يا جماعة احنا ما عرفناش غلب حمارنا احنا الاثنين، والاعداد قال لنا ان هي الاعداد اشطر مننا. اغنية للفنان احمد المصلاوي اسمها جاي اراقب. في ناس بتحب الاغاني قوي الشاطره في الاغاني الخليجي عارفين. فبس دي احنا كنا قعدنا سنه ما كناش يعني عارفه لو قعدوا يعيدوا لنا سنه بالعادي مش بالمتشقلب ما كناش هنعرفهم، فحبينا نقول بس. طب احنا كده يعني خلاص عدت فقره الغناء، نروح للامثال نشوف بقى عندنا ايه النهارده. يلا بينا. ايد لوحدها ما تسقفش. شكرا. ايه ده في ايه؟ انا ما لحقتش ابص يعني. انا سقف لك يا بنتي والله. اللي بعده القرد في عين امه غزال. القرد في عين امه غزال. القرد في عين امه غزال.
لا بس دي واضحه قوي يعني. عصفور في اليد ولا عشرة شجرة. ايوه. طيب دي هنقسمها بالنص يعني، واحد ونص وواحد ونص. لا انا إيه؟ قلت واحد وانت نص. ايه ده يا بنتي، انت ناسيه ايد لوحدها ما تسقفش. ايوه قلتي واحده، انا قلت اثنين، وانا قلت معاكي. لا انا سبقتك معلش، اللي سبق كان النبأ ده حتى مثلا. لا يا بنتي دي الاخيره، دي النص الاخيره، انت قلتي دي. في امثال تانية ولا خلاص؟ هما ثلاثة واحد. هتقولنا اكتر يا جماعة، انا مستعدة، انا مستعدة اخر واحد عشان يفصلوا ما بيننا. يلا ماشي. طيب اللي بيته من ازاز ما يحطش الناس في توب. يا ناس يا نيوتي صح. لا هي دي هي دي. انا امثال شعبية لينا، شعبية اهي، مالهاش علاقة، هي امثال في حياتنا شعبية. ما تعرفتي الشعبي يا اختي كله، ومالك الشعبي وحش دلوقتي؟ شوفي اتفضلي اتفضلي. طيب عم المجال كله انا اللي قايلها اصلا. طيب احنا خلصنا الامثال وخلصنا الاغاني، نروح بقى للاسئله اللي انا خايفه المحرجه. انا خايفه من الورق ده. اسحبي كارت واسالي. بصي انا الكارت المفروض فيه سؤالين، وانا هختار سؤال منهم اجاوبه. تحبي اقول لك ايه السؤالين ولا اختار انا على طول واجاوب؟ لا قولي لنا مش عشان طيب. نعرف. طيب امتى اخر مره حسيت فيها انك غبي؟ على طول انت. وامتى اخر مره كدبت وعلى مين؟ ماشي. طيب كدبت على مين؟ وانا من زمان بقول انا ما بحبش الكدب، بس بكدبت لا بكدب طبعا لان انا بني ادمه، بس يعني سيبك منه، ده كان اعتذار على حاجه مش عايزه اروحها. بس اخر مره حسيت ان انا غبيه دي، لا دي موقف لازم احكيه، لان انا بجد حسيت ان انا غبيه قوي، وكان موقف بقى. يعني انا كنت نازله، انا احنا عندنا الباب بتاع الجراج بتاع العماره عندنا يعني هو خفيف قوي، فمجرد ما بفتح الباب بقوم زقاه كده، لازم لازم يترزي اسمع الرزعه في الحيطه. فكل يوم على ده الحال بفتح، ومستهتره جدا، انا اسفه لكل اللي بيشوفوني، ما برجعش اقفله تاني، وهو بيتقفل المفروض بالمفتاح. ففي يوم جايه وراجع متاخر بالليل، والجراج هص هص ومفيش حد غيري، وراجع متاخر، بفتح باب الجراج بفتحه كده بزقه، لقيت حد بيزق من جوه. يا ماما رعب رعب. بالليل متاخر ده رعب جدا. ماشي. فرجعت لورا، ارجع تاني بزق، حد بيزق جامد من جوه، لا جامد. فرجعت وصرخت، محدش سمعني ولا حد عبرني، والعماره هص هص مفيش اي حاجه. فسكت بقى، قلت ما انا لازم ادخل العماره ولازم هواجه مصيري، انا اللي بيزق ده انا لازم اقابله، ما انا صرخت ومفيش حد عبرني. فزقيت بقى جامد وبفتح، الاقيهم طلعوا مركبين البتاعة بتاعت الباب، عارفه اللي هي بترجع الباب دي، بس هم ركبوها وانا مش موجوده في الشغل. بس انا اخدت موقف مثلا ثلاث لخمس دقايق انا مرعوبه في الجراج، ونفسي حد يعبرني او حد يسمع صريخي، اعرف مين اللي بيزق الباب قصادي. مفيش. فده كان اغبى حاجه عدت عليا لسه من كام يوم. المفروض كانوا يبلغوا يعني على جروب العماره ولا ايه؟ والله يعني احيي شجاعتك انك فضلتي تزقي برضه يا شيخ، لانك صممتي يعني، فاهمه؟ طيب مش عارف اختار انا. في سؤالين. اتفضلي. خسرت حد قريب منك؟ ده سؤال. وحاولت تلفت نظر الناس وانت قاصد قبل كده؟ احكي لنا. لا انا على طول ملفته للنظر. عارفه اللي هو الترند اللي أيوة أيوة انا مثيره. انا طبعا مثيرة. طبعا طبعا عارفه. شفت مش انا لابسه حشمه قدامك اهو، بس انا مثيره كل طبعا طبعا. خسرت حد قريب منك؟ كتير كتير، بس مش بندم. ابعت. مش هتحكي لنا اي موقف؟ لا بس خسرت حد قريب. ما خسرت خلاص. خلاص شكرا. مش عايزه تقولي يعني، مش عايزه تقولي اي درس مستفاد يعني. انا دلوقتي كان عندي درس مستفاد من القصه الغبيه بتاعتي. انه واجه مخاوفك يا جماعه، ممكن تطلع حاجه هبله. لا بصي انا مش بياعه خالص، ولا بخسر حد بسهوله، بس لو قررت ان ده هيطلع او دي هتطلع من حياتي، فاعرفي ان خلاص انا فاض بيا قوي يعني، او خلاص ما بقيناش شبه بعض خالص. فالاحسن ان كل واحد يروح في حاله. انت تحط حاله على حاله، لا كل واحد في حاله احسن كده، الذ. يا بخت من زار وخفف. عادي كلنا كده كان عندنا ناس عزيزه على قلبنا، وكانت في حته معينه، بس بسبب افعال معينه. وعلى فكره مش لازم تكون افعال قويه، ممكن بسبب لا خلاص اكتشفنا ان احنا مش شبه بعض خلاص. فكل واحد الاحسن، عشان نفتكر لبعض الحلو، عشان لما نشوف بعض نسلم على بعض بالصدفه. فالاحسن ان كل واحد يتجه يعني، فاهمه؟ فلا خسرت طبعا ناس قريبه مني كتير يعني. مش الله يا لولو. بس ما يعني لا خلاص. لا عقل وحاولت رزانة. ألفت النظر. لا والله ايه. لا ما مش انا اصلا بتكسف يعني. بقى الناس اللي ما تعرفوش، انا على الشاشه وفي المايك حاجه، ولا انا بتكسف يعني، مش بحب امشي الناس تبص عليا والجو ده، بحب ابقى لوك بروفايل كده. بكدب كتير على الهواء والله العظيم بكسف. يلا بينا. دي حاجه غريبه. اسحب انا الورقه الثانيه.
مين اكتر حد لو جه ينصحك هتقوم تضربه؟ طب احنا عارفين مين. مين اكتر شخص بيتشائم بتتشائم لما بتشوف رقمه على موبايلك؟ لا انا في اشخاص بجد فعلا بتشائم منهم، مش بس رقمه على يعني هو ككائن بقى، شفته اعرف ان اليوم ده قفل. كلمني. أيوة اعرف مين ان اليوم ده جاوبي يعني. لا طبعا بقى لازم خلاص مش هينفع. طب هقول لك بقى التاني، لان التاني ده مش هينفع اقول. مين اكتر حد بينصح لو جه ينصحك تقوم تضربه؟ من غير اسامي طبعا، هنقول من غير اسامي، بس كتير قوي اللي مش اهل للنصيحه يعني. انا لو شايفاكي بتسوقي بسرعه جدا وجيتي وانت قاعده جنبي قاعده تنظري تقولي لا سهى انت سواقتك مش عاجباني انت لازم تاخدي بقى، لا طب ما حضرتك يعني انا ركبت جنبك قبل كده وانت سايقه حاجات كتير، لا سهى انت لو اكلك مش عاجبني يعني. خلي بالك انت لازم تاخدي بالك الهيلثي فود، وانا شايفاها مثلا حد مش واخد باله من جسمه، او حد مثلا يا سكيني قوي يا مليان او كده. فالناس اللي بتنظر وهي ما عندهاش الخلفيه ان هي تنصح في الحته دي، هي دي الناس اللي بتضحك. انت دبلوماسيه بس مش عشان لعبه المفروض تقولي يعني. طيب ايه ده، تصدقي جالي سؤالين لذيذ. اخر كدبه كدبتها ونفسك مين يجي لك في الحلم؟ بلاش تكئبينا وتقولي لنا مين نفسك يجي لك في الحلم وتكئبينا. انت قصدك يعني حد توفى وكده؟ لا والله مش لازم، بس ممكن اقول لك اخر كدبه كدبتها كان برضو خروجه. مش عارفه يا جماعه احنا ليه بنكذب في الخروجات، مع ان ممكن تقولي مش قادره. لا اصلا هي الفكره ان فعلا ممكن في زمن معين عدى علينا كنا بنكذب على مثلا اي حد عشان هنموت ونخرج. لكن دلوقتي الزمن احنا بنكذب عشان نهرب من الخروج. هو ايه اللي حصل؟ لا هو الزمن اتغير يا جماعه، واحنا اتغيرنا وبقينا كسالى قوي، بس هو فكره الكذب في الخروجات ده كتير. خروجات والعزومات اللي هي كتير بكذب في حاجه ان انا ابقى يعني مش كويسه خالص واقول ان انا كويسه. فدايما دي كذبتي المستمره معايا، اللي هو اللي هو انت كويسه، ده انا فله، ده انا بص ايه، وانا اصلا من جوه فاهمه اللي هو بموت من جوايا وبكي على حالي. انا محتاجه اطلع فاصل علشان اعرف لينا مالها، بس يعني احنا مش هنطلع فاصل دلوقتي، بس حسيت ان هي عن اللعبه دي لا ما تلعبهاش، مش حلوه عشانك، هتقلب دراما فاهمه. طيب اخر سؤال انا كارت كمان. احسن قرار اخدته في حياتك، وتسيب حلم علشان حب، تسيب يعني تقدر تسيب حلمك علشان حب حياتك. حلو السؤال ده قوي. مين فيهم انا احسن قرار اخدته في حياتك ولا ايه؟ ممكن اختار لك انا التاني، عشان عارفك انت قد ايه بتحبي الشغل، فانت تسيبي لو جه مثلا حد بتحبيه قال لك يا انا يا الشغل. لا هقنعه. لا لا ما هو بصي، هو السؤال ما قالكيش انت كل ده، كنت دبلوماسيه في الاجابات اللي فاتت وعدتها لك. القرار قاطع، انت تحبي حد قدامك في كفه وحد تاني شغلك في الكفتين، انت لازم يو هاف تو تشوز، لان الحياه اختيارات، مفيش حاجه اسمها اقنع. هو دلوقتي قال لك، ومش بتكلم على وضع حالي، انا بتكلم مش وضع حالي، احنا دلوقتي في حته فكره ان انا فكره ان حد بيحبك. انا فكري ايه، انا كسوها يعني شخصيتي ايه؟ لا حلم حياتي طبعا مش حب. انت عمليه صح؟ لا انا اختار حب حياتي، انا عاطفيه يعني. الناس نوعين. شفتي انت اخترتي لي، مع ان انا كان ممكن اجاوب على السؤال الثاني، احسن قرار خدته في حياتي. ما انا قلت لك انا هختار لك وانت وافقتي. انا وافقت. اوكي طيب ممكن انت تعملي معايا كده المره دي. يلا هقول لك السؤالين. اغرب حلم جالك، والنبي قولي سلموني عشان احكي لك. واول حد بتلجا له لما تحصل مصيبه؟ لا تمام انا عارفه هتلجئي، هتكلمي مامتك انا عارفه انت. الو انا عند مصر الدهشور. انا تايهه. طيب الحلم بقى. ضحكينا والله، انا احلامي تافهه زيي يعني فاهمه، لو حتى احلامي ما فيهاش شيء من المنطق. حلمت مره ان بعمرو دياب والله العظيم ان انا كنت قاعده في حفله بقى وكده وبتاع، فعمرو دياب جه سلم عليا سلام جامد قوي بقى، اللي هو انا انتمت عمرو دياب. عارفه احلام نومه العصاري، انا احلامي والله يا جماعه وفجاه لقيت محمد فؤاد فبرضه صاحبي. انا كنت بتفرج عليه قبلي، وكنا في حفله بقى، وهيفا قالت لي ايه لينا انا بكلمك مش بترد ليه ومش عارفه ايه كده، هيفاء وهبي فقلت لها معلش والله عندي ظروف كده. ف
في احلامي يا جماعه، نبذة عن احلامي يعني بجد انا بحلم يعني ناس بتحلم بحاجات وتروح تفسرها وتكتب وتسيرش على جوجل، انا على الله حكايتي يعني انا حلمي هيفا وهبي قش عليا، فانت فاهمة حاجة؟ فده اغرب حلم حلمته مش هرد والله يعني. مش هرد ولا اي حد يركز مع اللي هي بتقوله اصلا. مش احسن ما يطلع لك بقى براس وديناصورات وتعابين والجو حلم في الليل وفي اللذيذ؟ هيفا بتعاتبني عمرو بيقول لي ازيك يا لول، لا لذيذة يعني ما تفا يعني تفتكر يطلع مني احلام ايه يعني؟ هي فعلا هي احلام لولا، مش هينفعنا اكتر من كده. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا ونسمع اخبارنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني عشان نشوف بقى مع بعض اخبارنا النهارده، وهبدا بخبر من الهند عن حرامي غريب شويه. يعني هو زي ما بيقولوا كده منحوس، منحوس ليه؟ لانه اتقبض عليه وهو نايم في الشقه اللي بيسرقها. يعني ده متخيله؟ لا ده انا قوي، ده لو انا لو اشتغلت حرامي فاهمه اللي يعني حاجه ايه ده الله، ده عندهم سرير مريح والنبي قايل لي ساعه انا ام عارفه لو انا والنبي خدوني. هو اتقبض عليه بجد فعلا بمنتهى السهوله، يعني هو الشرطه ما بذلتش اي مجهود في القصه دي. طب تعالوا نعرف هو حصل ايه وليه دخل في حاله من النوم العميق. ده قلع ونام. اه والله لا ده مسكين بجد، يعني انا لما شفت صورته كمان صعب عليا اكتر. وتحسي عايز غذاء. اه القصه الهندي الظريف اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده دخل في حاله من النوم العميق وهو بيسرق واحد من المنازل اللي موجوده في الهند، واللي حصل ايه؟ ان هو فعلا اقتحم البيت ودخل البيت وابتدى يسرق وقعد بقى اخد وقته واخد وقته جامد، لدرجه ان الجيران هم اللي اخدوا بالهم من ان في عمليه كسر للباب بتاع البيت وان في حد جوه البيت ده، فاستعانوا بالشرطه وكلموهم. لما دخلوا لقوا ان في شخص نايم ورايح في النوم، فهو اصلا انا عايزه اقول لك ان اتقبض عليه ازاي، هو صحي من النوم لقاهم مستنيينه، هم قاعدين حواليه كده ومستنيين. طب ايه اللي حصل بقى لينا في القصه دي؟ لما ابتدوا بقى الدكاتره يحاولوا يفسروا هو الراجل ده نام ليه، فقال لك ده تعرض لنوع من التسمم الغازي الشديد حصل خلال محاولته ان هو يسرق بطاريه مضخه الميه بتاعه البيت. زي ما احنا عارفين كده بيبقى في مواتير للميه او مضخات للميه في معظم البيوت، فهو الراجل سرق كل حاجه، ما سابش اي حاجه ما تتسرقش، لدرجه ان هو سرق البطاريه بتاعه المضخه. فلما فكها طلعت نوع من انواع الغازات اللي عملت له نوع من انواع التسمم، فانهار وكل حواسه استسلمت للنوم. فضل بقى نايم وراح في النوم بالشكل العميق ده لدرجه ان هو صحي لقى الشرطه حواليه. هو لو حضرتك احنا بس مش عايزين نقل نومك بس ولا نقلق نومك حبيبي، ممكن تقوم عشان تتفضل معانا على الاسم. هو يعني كان خد الفلوس وخد كل حاجه، بينزل الحاجات واحده واحده طبعا، وقاعد بقى ايه يخلص كل حاجه، فقال لك لا ده انا عايز البطاريه بتاعت مضخه الماء. فحاول بقى ان هو يسرق اسطوانه الغاز ومضخه الميه وكل الحاجات اللي باقيه، فحصل له اللي حصل ده من تسريب الغاز اللي حصل. لا ده يعني باي باي حبيبي، باي باي مش معايا في الجاي خالص، عارفه اللي هو ده انت يا عيني بنحس النحس فعلا، هو حرامي منحوس، افتكرته عيني نام التعب اللي هو يعني من كتر السرقه فاهمه، بس لا لا يعني ده هتتجاب هتتجاب. طيب في عندي خبر، هو بحب قوي الخبر او الاخبار اللي ليها علاقه بالحظوظ، ان انت تبقي ماشيه في امان الله كده تمام، وتلاقي مثلا في جيبك 200 جنيه تلاقي على الارض مش عارفه فلوس واقعه، فتقعدي تسالي مين صاحب الحاجه دي ما تلاقيهاش فتاخديها. فده حصل مع زوجين في امريكا كانوا راكبين، هم عندهم هوايه الصيد بالمغناطيس، دي على فكره حاجه انا اول مره اعرفها، هم بيصطادوا بالمغناطيس على اساس ان اي حاجه معدن تطلع لهم من البحيره من ميه بقى من البحر من اي مكان، فبيلاقوا ان الحاجات المعدن دي في حاجات بتبقى ليها قيمه كبيره وفي حاجات بتبقى مالهاش قيمه على حسب ايه اللي يطلع لك. فهم راح الزوجين دول في بحيره في امريكا عشان يصطادوا بالمغناطيس، طلع لهم زي ما انت شايفه كده يا سوا خزانه كبيره فيها 100,000 دولار
تخيلي لما انت كنت ماشيه كده على الله حكايتك يطلع لك بقى اشي مش عارفه حاجات ملهاش لازمه، جنازير اقفال بايظه، حاجات مصديه، فيقوم يطلع لك بوكس ما شاء الله مليان فلوس كتيره جدا جدا. طبعا الميه اتلفت الفلوس دي، وهم بلغوا الشرطه وقالوا لهم ان هم عثروا على البوكس ده وكده، فقالوا لهم لا احنا صعبه قوي 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 نوصل لصاحب الصندوق ده، وان انتم ممكن تحتفظوا بيهم، بس انا حاسه ان هي بايظه جدا، فانا حاسه يعني لا ملهاش. طب كانوا اخدوها وادوهم بدلهم طيب 10,000 دولار ولا يعني اي حاجه؟ هو اي حاجه، بس انا حاسه برضو ملهاش قيمه، يعني لان انت حتى مش عارفه توصلي لصاحب الفلوس دي. انا مقهوره اصلا على الفلوس دي. بصي شكلها متسابه بقالها كتير، يعني كتير قوي قوي، لانها بايظه خالص. بصي متفحمه ازاي ومصديه كده، شكلها غريب جدا. بس حاجه عارفه لو انت قدامك كنز 100,000 دولار بس مش عارفه تعملي بيهم ايه يعني. طب دول لو كانوا تحولوا بس لذهب يعني ولا اي حاجه؟ لا نو واي بقى خلاص، المتعوس متعوس حتى لو لقى فلوس. انا لقيت كنز 100,000 دولار بس مش عارفه اعمل بيهم اي حاجه، لان هم بايظين يعني. حتى الشرطه قالت لهم لو عايزين تحتفظوا بيها انتوا حرين، لان هي فعلا ملهاش قيمه يعني. فدي كانت من اغرب الاخبار اللي ممكن الواحد يكون يسمعها. يا فرحه ما تمت، عارف يعني، خدها الغراب بالزبط. وطار. فدي تنطبق جدا على خبر النهارده. حاسه النهارده اخبارنا كانت لطيفه جدا، فيا رب تكونوا استمتعتوا بيها. نروح بقى الفاصل عشان نرجع نستقبل كده الترندز المختلفه اللي موجوده على السوشيال ميديا واللي حصلت. نروح نشوف ايه الترندز وايه اخر الحاجات اللطيفه ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. انتشرت أخبار عن خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب من شخص من خارج الوسط الفني، وده بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب مؤخراً. وقال تقارير إن شيرين عبد الوهاب أكدت خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفني من غير ما تقول أي تفاصيل عنه، وقالت إنها تحتفل بعقد قرانها قريب. وفي مكالمة صوتية لأحد البرامج التلفزيونية بارك الفنان حسام حبيب لشيرين على الخطوبة وقال ألف ألف مبروك، وبتمنى لك أحلى حاجة في الدنيا وسعادة، وأنا بجد سعيد عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم وتفضل كده أحلى حاجة في الدنيا. من أكتر الأخبار اللي كانت مثيرة للجدل جداً هو ضرب الفنان عمرو دياب لشاب بالألم وهو بيحاول يتصور معاه في فرح بنت المنتج محمد السعدي، والفيديو انتشر بشكل كبير جداً، وردود الفعل كانت غاضبة جداً على عمرو دياب. وبعد كل التعليقات السلبية دي ومطالبة الجمهور إن عمرو دياب يعتذر رسمي للشاب، المحامي بتاعه فاجئ الجمهور بتقديم بلاغ رسمي واتهم الشاب سعد أسامة بقرص موكله ومضايقته في الفرح لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. امبارح كان العرض الاول لفيلم اولاد رزق الجزء الثالث في السينمات، والجزء ده جاء بعد الحاح شديد من الجمهور بمطالبتهم بجزء ثالث بعد نجاح الجزء الاول والثاني. والمفاجاه ان احمد عز اعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم ان هيكون في جزء رابع بداوا في تحضيراته بالفعل، وهيتعرض في 2025 وهيشارك فيه النجم كريم عبد العزيز. أثارت النجمة شيرين رضا الجدل خلال الأيام اللي فاتت بمنشور غريب نشرته على الستوري بحسابها الشخصي على إنستجرام، وأعلنت خلاله الاعتزال وكتبت فيها كفاية بقى قررت الاعتزال. وخبر الاعتزال المفاجئ ده كان صدمة للجمهور، ولكن الحقيقة أنها ما اعتزلتش بجد، وده كان ضمن الحملة الترويجية لإعلانها الجديد اللي بتشارك فيه مع الفنان ماجد الكدواني. آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مسلسل وبيننا معاد اتنين، بطولة صبري فواز، شيرين رضا، أميرة أديب، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، من تأليف هاني كمال وإخراج هاني كمال. استكمالا لحالة الحب اللي بتجمع دايما بين حمو بيكا وشمس زوجته، انه بيحب دايما يفاجئها، وكانت مفاجأته ليها في عيد ميلادها بانه جاب لها عربية سعرها 6 مليون جنيه هدية، وده اللي خلاهم يتصدروا ترند الاسبوع ده، والجمهور اتمنى ليهم السعادة في التعليقات. ووصف حمو بيكا بالزوج الحنين، وشارك المطرب الشعبي حمو بيكا الجمهور على حسابه الرسمي على انستجرام صور من حفل عيد ميلاد زوجته.
ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا من عيش سعيد ونستقبل ضيوفنا. ضيوفنا النهارده شباب مميز فازوا بالمركز الاول في مسابقه ابداع عن مسرحيه غنائيه. ما تخلونيش بقى اطول عليكم ونتعرف على طول على ابطال المسرحيه اللي منورينا النهارده. معانا محمد معز ومعانا موريس وعصام وهم ابطال مسرحيه نيوزز. مساء الفل يا شباب. انا ربنا يستر من الانترفيو ده والله العظيم. انا حاسه اللي هو ايه يعني الرفد كلكم دول ما يمثلوش بالظبط دول ولا انتوا تدخلوا الاستوديو تاني مش هتكونوا في المدينه. لا يا جماعه عايزه اقول لكم بس افهمكم ان احنا من ساعه ما دخلنا وتعرفنا عليهم واحنا ضحك وهزار اللي هو ايه ده اللي هو اصحابنا من سنين يعني من كتر اللذاذه ما شاء الله. طيب انا عايزه الاول كل واحد فيكم كده هيعرفني بنفسه وهو بيحب ايه وبيعمل ايه. نبدا بمعز. انا معز او محمد معز، طالب في معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. ما بعملش حاجه في حياتي غير التمثيل يعني على طول. التمثيل بقى في المعهد، مثلت كذا حاجه ميديا، بحاول يعني في الموضوع ده. حلو قوي. عصام. انا اسمي محمد عصام، انا في معهد فنون مسرحيه بس قسم دراما ونقد. احنا شغالين في نفس المجال برضو للاسف لان ما عندناش وقت غيره نعمله. فبقى بكتب وبخرج وبمثل، فبعمل كل حاجه تختص بالمجال يعني. حلو قوي. أنا موريس. أبو ضحكة جنان. أنا برضو في معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج. أنا عاطف معاكم في الفصل. عندي 26 سنة أصلا من طنطا. عندكم وقت الحلقة أجدع ناس. أيوة مدلعة. أوعى مدلعة. بعزف وبمثل وبغني شوية. أنا سمعت إنك بترقص برضه. لا لا بلاش إدينا حتة كده. إدينا حتة. أوعى أوعى. طيب طيب عايزين نتكلم شويه عن العرض في البدايه كده لان المركز الاول يعني حاجه مش سهله في مسابقه ابداع. ان انتوا تاخدوا المركز الاول ده نجاح كبير جدا، فعايز اعرف ازاي قدمتوا لمسابقه ابداع وانتوا كنتوا شايفين ان العرض ده لازم يشارك في مسابقه من المسابقات القويه دي علشان هو يستاهل. هو عرض غنائي ولازم نفهم برضو يعني ايه عرض مسرحي غنائي يعني مش مسرحيه بس. على فكره بقى احنا واخدينها ثلاث مرات على التوالي يعني ما شاء الله. الاكاديميه حلو قوي. بس اول عرض تبع اكاديميه الفنون تبع منتخب الاكاديميه، فاحنا كان المخرج حسام اشوى قال ان في اوديشن للناس اللي عايز تعمل عرض غنائي. وهو راح مجمعنا في المعهد وكذا حد بقى من كذا قسم يعني غير التمثيل، كان برضو معانا ناس في كونسير وناس في موسيقى عربيه وجمع تجميع حلوه كده ناس من باليه يعني بلي. عندنا كان معانا اطفال صغيرين سكر كانوا هم الراقصين في العرض. ايه ده؟ وكانوا بهجه للعرض بصراحه. كان اضافه كبيره، فده اللي خلانا بصراحه يعني العرض ده طلع بالطاقه اكتر ما طلع من اي حاجه تاني يعني. الشباب شطار وملتزمين وده بصراحه توفيق ربنا طبعا في الاول، وده اللي خلى الدنيا بصراحه سهله وجميله، والتعاون اللي حصل بين الاكاديميه والطلبه كل الحاجات دي كانت مساعدانا بصراحه. لا بس عايزه افهم اكتر موريس، ممكن تفهمني يعني ايه عرض مسرحي غنائي؟ هو عرض مسرحي غنائي يعني هو حاجه زي اوبريت كده بتغني فيه وبتعملي استعراضات فيه وبتمثل يعني وسط التمثيل بيبقى فيه اغاني، فيه الكلام اللي بيتقال ده بيتغنى في النص، بيبقى فيه استعراض معمول كرقص معين يعني بتحكي قصه من خلال اغنيه في الدراما يعني في حبكه الدراما انت بتقوليها باستعراض وبغنى. طب حلو قوي. طب انا عايز اعرف المهام يعني مين بيغني مين بيرقص مين بيمثل يعني كلنا. هو هم ثلاثه مثلوا في العرض وهو طب كل ده بقى بيتعمل لايف يعني حتى المزيكا وكل حاجه معمول لايف يعني احنا يعني ما فيش حاجه بلاي باك. لا لا كله كله لايف. كل المزيكا كل الحاجات دي. طب بما انك بقى انت بتمثل في العرض وكمان عصام الممثل حاجه وعصام المخرج حاجه، انت كنت مخرج منفذ للعرض، فقول لي ازاي كنت بتعمل الاثنين في نفس الوقت؟ هو في الاول والله كان واجهتني كده مشكله صغيره ان احنا اصحاب قوي كلنا فواجهتني في الاول مشكله ان احنا الشغل مع الصحاب صعب، الشباب مش عارفه تفصل ان انا عصام صاحبهم فبنهزر انا في الشده الجديد يجي بروفا الصبح اقول له يا عطام وهزر معاك لا انا مخرج منافق خلاص يا مخرج اشتغل بقى تمام بس فبقى بدانا كانت اول بروفا وبعدها قعدنا عملنا اجتماع قلت لهم يا جماعه احنا محتاجين نشد ويعني نبقى قد التجربه اللي احنا داخلينها يا لا يا جماعه وخلاص وكل واحد فينا يروح بيته
وخلصت خلاص. تديهم وش بقى الصبح كده. فلا بصراحه كانوا قد الحدث و... بس كانوا كمان اكبر بس بيتك بقى دلوقتي قالك بس عادي كنا وعز ولا موريس مين فيهم كان بيفصل وفعلا بيديك دور المخرج ومين فيهم كان بيحب بيصر يهزر؟ اكيد موريس باين اللي كان بيصر يهزر واضحه على وشه اصلا انت احرجوني هنا انتوا كنتوا تهزروا كان موريس وبصراحه معز ملتزم قوي وبرده موريس ملتزم بس معز ملتزم اكتر. طب حلو قوي بيعرف يفصل كويس قصدك كامل مسج بس احنا البروفات كانت طويله قوي يعني احنا مثلا ممكن نشتغل من الساعه 12 الصبح لحد 10 بالليل فاحنا اول ساعتين دي بيجي بقى موريس كان بيجي نايم انا ممكن اقول بيجي نايم ولسه ما غسلش وشه اصلا بيتي ورا المعهد يعني هو حرفيا البوابه هنا مثلا انا بيتي هنا تمام فانا بنزل بروفا الساعه 12 بصحى 12 لا دقيقتين البس فانا نازل منفخ بيفوقني هو نازل لي كده بقى جاي له موريس فوق يا موريس موريس وافضل اضربه كده في الاخر فنفضل نتخانق مع بعض بقى يعني في ساعه ساعتين بيضربوا بعض طول ال بنجري ورا بعض بيسخنوا ده الفتنس بتاعه. طب ده جامد ده بجد طب معزه عايزك تحكي لي عن الكونتنت بقى بتاع المسرحيه هي اسمها نيوزز صح كده الفكره جات لكم ليه اخترتوا دي بالذات اشمعنى المسرحيه دي بالذات جات لكم الفكره منين يعني احكي لي اكتر عن الفكره بتاعتها. بصي هم شويه شباب المفروض ان هم بائعي جرايد في نيويورك اوكي والمسرحيه دي اتعملت قبل كده برضو في امريكا واتعمل منها فيلم سنه 92 صح واتعمل منها فيلم وكل حاجه بس احنا حبينا نعملها بتجربه مصريه وباغاني وحتى الالحان بتاعتنا كانت اغاني يعني اللحن بتاعها مش لا مش الحان الفيلم الحان يعني الحان مختلف حلوه يعني انتم مصرتوها ايوه بالظبط فهم شويه شباب بائع جرايد بيحاولوا ان هم يعني هو دي حياتهم بس فبيجي ان الجرايد دي بتعلى في الفلوس وهم مش عارفين يدفعوا منين ولا عارفين يبيعوا فبيفكروا ان هم يعملوا اضراب بياعين الجرايد يعملوا اضراب عشان الموضوع ده يمشي ودي جت لهم الفكره من اضراب بياعين النقل وهم شويه شباب عندهم 19 سنه و18 سنه وما يجيش في دماغهم الفكره غير لما حصل كده حلو فلحد ما عملوا الاضراب دول ونجحوا فيه وكل ده بقى بطريقه غنائيه استعراضيه وفي تمثيل وكده وانا كان دوري ديفيد ده المفروض حد ان هو ابن ناس يعني مش مختلف عني يعني مش فيه قوي هو انا شفت حد غني زيك يعني لا لا فهو بيجي من طبقه المفروض ان هي متوسطه بس بيحصل يعني هو كان عنده مشاكل مع اهله ومامته تعبانه ومش عارف يجيب لها الدواء والحاجات دي فبيجي بينضم للناس دي عشان يعرف يشتغل هو واخوه الصغير عنده 10 سنين حلو لسه اللي هو المفروض عامله سعاد سمير بس هو ما عرفش يجي معانا النهارده كان خاطئ عشان عنده يعني عرض وكده عايزين نبلغ له التحيه يعني سعاد سمير بحبك يا سعاد سمير لا لا هو سعاد سمير فروال سعاد سمير بتاعنا ولا لا لا مش لعيب كوره ممثل بقى ممثل كمان محمد تامر برضو يعني ده بطل من يعني بطل اصلا المسرحيه جيله تحيه اي حد بيحبك بيحبك يا تيمو فبس فبنيجي بقى بننضم ليهم فببقى المفروض ان انا مثلا العقل ومحمد تامر اللي هو بطل المسرحيه جاك اللي هو العضلات يعني هو الحد من المخ والعضلات فاحنا بنكمل بعض اللي هو يلا تمام نشتغل بقى ونعمل الموضوع ده ونفكر وان احنا ازاي نتخطى المشكله اللي حصلت الازمه ونعمل اضراب بيعين الجرايد وبتنجح في الاخر وبنبقى كلنا بقى مبسوطين وان احنا تمام يعني احلامنا بسيطه. دورك ايه في الكلام اللي بيتقال ده يعني؟ انا دورك ايه في راس البليل اللي انا على سله الجرايد انا الجرايد لا انا الدور بتاعي حد اسمه ريستراك هو المفروض هو بقى المشكله ان هو بقى بعيد عني هو المفروض ان هو مش بيهزر هو غشيم يعني اصلا حاجه بعيده عنك ده بذلت مجهود اكيد عشان تعمل المجهود بالظبط بس هو برده في نفس الوقت هو مش غشيم الرخم يعني هو ميكس كده فهو المفروض ان هو لما بيحصل مثلا خناقات لان المفروض برده بقاع الجرايد دول مقاطعات يعني زي مناطق كده عندنا فهو محدش ينزل يبيع في منطقتي انا اللي ماسك المنطقه دي بالظبط فهو اللي بيحمي المفروض الناس يعني هو اللي الغشيم وهو اللي بيتخانق وكده بس فهو المفروض برضو لما بنعمل الاضراب ده وكده في حته كده المفروض ان هو بيقول لهم اللي هيبيع اللي هيبيع يعني جرايد وكده انا اللي هقف له بقى محدش يتعلم هنا بالظبط مش حد هيبيع جرايد بس فصراحه بحب الدور ده عايز اقول يعني في حته كان اشفع عايز يعملها ان عشان يبين يعني ان انا برضو في واحد في حاجه بتحصل فالمفروض ان انا اشيل واحد ما
الارض. انت ليه مخبي؟ احنا خلاص خدنا اول يعني احنا هنتفرجوا عليه. واحد بيموت من عندنا واحد من ابطال عرض بيموت. فالمفروض ان احنا يعني في النص انا بقول كده مونولوج المفروض اشيله واطلع بيه كده سلم وبتاع اقول مونولوج واحطه على السرير. انا في العرض حسيت ان الدنيا بتنهار من يعني شلته وكده فلقيت السلم كبير قوي مش دول تجرميه اصلا يلا ندوس عليه بقى بجد. رميته على الارض كده كملت انا من هنا بوجه تحيه لادهم. ده اللي انت رميته. ده اللي انا رميته. طب انت ده بوظ لك المشهد خالص كمخرج. لا 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 ما بوظتش حاجه. ما حدش حس. هو لا رمى فوق من رمى تحت مش في العرض. في العرض ما حدش خد باله بس احنا بقى عارفين احنا خدنا بالنا مع بعض. انا اصلا في العرض حصل حاجه برضه. انا عجبتني موضوع شيء. قول بقى قول بقى احنا قول اللي احنا خدنا اول كوسه بقى. في العرض برضه في حته المايك فيها باظ فصل فصل من شويه. انا بقيت اقول الجمله واطلع اقول لعصام عصام في الجري المايك بتاعي باظ. طبعا عشان هو صاحب الجري عامل ايه. انا اصلا في معايا كل شويه يخش لي الكالوس يقول لي انا حاسس اني بوظت الدنيا. اقول له لا يا موريس انت كنت حلو قوي. يقول لي انا حاسس اني بوظت الدنيا والله المايك بتاعي فاصل. او طب خلاص ثانيه روح بسرعه واحنا هنرجع نغيره له على طول كتير بقى. مركز اول اهو ما شاء الله. طب عصام انت كان دورك ايه؟ انا كنت مخرج منفذ في العرض. في العرض كممثل بقى خلاص. كان في ضابط كده اللي بيحقق دايما العداله. الضابط اللي بيطلع في اخر المسرحيه ويقول ان الخير انتصر على الشر. ده كان دوري في المسرحيه. انت ليه حسسنا ان هي يعني شكل لازم يحصل في الاخر لازم الخير بينتصر على الشر؟ لا هو كان ضابط كوميدي يعني فكان سايكو شويه. فكان هو ده الدور يعني المفروض ان هو بيخش يقبض على الضابط الشرير طول العرض لان كان في ضابط. الضابط ده المفروض ان هو بيهدد جاك طول العرض اللي هو البطل. وكل ده في نيويورك يعني. كل ده بيحصل في نيويورك. انا كان عندي مشكله في التمصير. احنا ما مصرناهاش لدرجه ان احنا خليناها مصريه كشخصيات. انتوا مخلينها جاك. انا حاسه الاسماء كلها الطباع كلها الغربي. كان كلها الشوارع وكل حاجه حتى الالحان الالحان كلها كانت غربي. بس كانت مؤلفه من مؤلف موسيقي كان اسمه ديفيد سمير. حلو قوي شاطر قوي كان عامل الحان حلوه قوي. طب اتمرنتوا قد ايه بقى عشان هو بس قبل ما يقولوا لنا اتمرنوا قد ايه معانا مداخله بس سريعا من دكتور علاء الدين الدسوقي مدير عام البرنامج او البرامج الثقافيه والفنيه من وزاره الشباب والرياضه. الو اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ منورنا في عيش سعيد. وعايز اقول لحضرتك ان احنا ما شاء الله معانا شباب موهوب وشباب خدت مركز اول ما شاء الله. وحاجه تفرح بجد ان هما بيطلعوا طاقتهم والحاجه اللي بيحبوها ويكسبوا وياخدوا مركز اول. دي اكيد حاجه بتديهم دافع وحماس ان هما يكملوا في الحاجه اللي بيحبوها. طبعا حضرتك طبعا تحياتي لكل حضراتكم جميعا ولاولادنا. طبعا يعني انت عارفه الموهوبين دول بيبقى ليهم معامله خاصه خاصه جدا وخاصه في ظل توجه الدوله بالقياده الاساسيه فخامه الرئيس طبعا. اللي هو بيلعب مسابقه يعني للعام الثامن اعتقد على التوالي لاولاده الموهوبين على مستوى الجامعات المصريه. دعم كامل من معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. واحنا كاداره مركزيه معنيين بالمسابقه للعام ال 12 على التوالي الحمد لله يعني مع شبابنا على طول مع جامعات مصر كلها مع وزاره التعليم العالي مع الاكاديميات مع المعاهد العليا الحكوميه والخاصه. مفيش حد في مصر على مستوى ال 27 محافظه الا لنا بنخاطبه بنحاول نكتشف الموهوبين ولادنا الموهوبين في كل المجالات الثقافيه والفنيه والادبيه والعلميه للمشاركه في مهرجان ابداع. حلو قوي. طيب عايزه حضرتك تكلمني اكتر عن المسابقات. هي ليها اقسام معينه في شروط معينه للمسابقه نفسها عشان لو حد شافنا ومتحمس وعنده حاجه عايز يقدمها فبيبقى في كده يعني احساس ايه. طب ايه شروط المسابقه بتتم ازاي؟ بيبقى ناس عايزه تعرف تفاصيل. شوف حضرتك المرحله الاولانيه اللي احنا بنخاطب الجامعات كلها وزي ما قلت لحضرتك وزاره التعليم العالي للاكاديميات والجامعات الخاصه والمعاهد العليا اللي احنا بنبعت لهم لمشاركه في المسابقه. طبعا بيسبقها ان احنا اجتماعات وورش عمل مع لجان التحكيم المتخصصه اللي بيتم اختيارها على مستوى عالي جدا من المتخصصين سواء اكاديميين او فنانين كبار او نجوم فن. عندنا الفنانه الكبيره صفاء ابو السعود. عندنا الدكتور عادل عبدو. عندنا المخرج الكبير الدكتور عبد الله سعد. وطبعا بديك مثال يعني في نفس الكلام عندنا في الشعر عندنا الشاعر الكبير جمال بخيت واخد بال حضرتك. عندنا الشاعر الكبير احمد بخيت. عندنا الشاعر الكبير عبد الله حسن.
فبص انا مش هقدر اقول لحضرتك كل اللي هاخد وقت كبير. ايوه بس طبعا اسامي رنانه واسامي طبعاً كبيره جدا طبعاً. طب عايز اسال حضرتك على حاجه برضو تانية، وهي ايه اللي يميز السنه دي الدوره ال 12 عن السنين اللي فاتت؟ بص خلينا نقول يعني الحمد لله النجاح والتوفيق بتاع ربنا. عندك دعم القياده السياسيه رقم واحد طبعا اللي هو بيزيد كل سنه اكيد، وده بيدينا دافع اكبر ان احنا نحافظ على تميزنا، وبنجدد الشروط بتاعتنا، بنحطها على السايت بتاع المهرجان بتاع المسابقه، الاولاد كلها بيطلعوا عليها وبناء عليها بيقدموا، وبرده عاملين حاجه كويسه قوي فاصلين متخصصين عن الموهوبين، يعني الشباب اللي هم في جامعات متخصصة بيبقى لهم شروط تانية أقوى طبعا وكده، لأنهم بيدرسوا وبيتدربوا وبيبقوا أكتر من الناحية المحترفين أكتر طبعا طبعا. فدي بنراعيها جدا برضو من خلال الشروط بتاعتنا. السنة دي كمان عندنا زخم كبير جدا، عندنا اللي احنا أعلننا الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي سفيرة المهرجان الإبداع القادم إن شاء الله، وده برضو ده شيء هي إن شاء الله هيخلي المسابقه برضه في حاجه في حته ثانيه من الناحيه الاعلاميه. الشيء الاهم بقى ان اولادنا كمان ما شاء الله تبارك الله من اهتمامهم بالمسابقه يعني بيهتم وبيبذل اقصى جهد عشان يظهر موهبته، او سواء في الشعر، سواء في الابتكارات العلميه، سواء في المسرح، سواء المسرح الغنائي، في اي مجال هو بيشارك فيه. هيك الحمد لله الاولاد في ارتقاء جيد جدا او متميز جدا بمستواهم، وبيشتغلوا على نفسهم حتى من الناحيه الشخصيه. دي حقيقه بجد. بنشكر حضرتك جدا على الكلام المهم ده، دكتور علاء الدين الدسوقي مدير عام البرامج الثقافيه والفنيه في وزاره الشباب والرياضه. بشكر حضرتك جدا. انتوا مسيطينا يعني شايف انتوا يعني رافعين راسنا. احنا حابين نشكر الاول ونشكر برضه دكتور غاده جباره ان تبع الاكاديميه ان هي طلعتنا للمسابقه، وحابين نشكر كل القائمين يعني على هذا المهرجان. طب دكتور غاده اختارت العرض بتاعكم بناء على انه يشارك في مسابقه ابداع؟ مشاهدات يعني هي جت شافت جنرال للعرض وقالت تمام ده يخش المهرجان. هو اصلا بيبقى في حاجه بيبقى في اكتر من عرض مشارك مثلا، فهي بتتفرج عليهم كلهم وتقول هو ده اللي هيخش ولا لا؟ هو واحد بس اللي بيخش من كل العروض اللي هي بتتفرج عليه؟ واحد طبعا منتخب الاكاديميه. لا هي بيبقى مقاعد اصلا يعني المعهد مثلا بيبقى ليه مقعد او اثنين، الاكاديميه لها مقعد، بس كل ده بيختلف على فكره الكواليتي بتاع المنتج لأن نفسه، لان اكيد في عروض كتير في اكتر من مسرحيه مقدمها الطلاب في اللي موجودين في الاكاديميه، بس بتبقى عروض مسرحيه مش ميوزيكال. انما الميوزيكال بقى تخصص المنتخب يعني اكاديميه الفنون المنتخب بتاعها بقى متخصص للعروض الميوزيكال. كان في اكتر من عرض ميوزيكال ولا انتوا بس؟ كان في المعهد نفسه، معهد فنون مسرحيه لوحده كان عامل عرض ميوزيكال، عرضين ميوزيكال او عرضين عرض لا عرض اسكندريه وعرض المحطه وعرض مع شغل والجواز كان اكاديميه لا معهد فنون مسرحيه، كان عرضين جمال قوي يعني بجد. لسه كنت هسالكم يعني نطلع نفسنا ان احنا عندنا عرض مالناش دعوه، احنا عندنا عرض وفاز بالمركز الاول، انتوا بقى شايفين العروض الثانيه بتشوفوها ازاي؟ طبعا لا عرض جميل يعني حلوين قوي برضه حلوين قوي قوي، بس هي بتبقى منافسه واخدوا جوائز على فكره كتير، التحكيم اخدوا جوائز كتيره برضه، وفي كذا حاجه فيها كذا يعني كذا جامعه كمان مقدمه مش احنا بس، في كل الجامعات، جامعه عين شمس وجامعه منصورة القاهره وحقوق، يعني في كذا حاجه مقدمينه، بس يعني القرار في الاخر للجنه التحكيم، فاحنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله. طب انا عايزه بقى بعيدا عن المسابقه وبعيدا عن المهرجان، عايزه بقى اتكلم على كل واحد فيكم، انتوا بتحبوا التمثيل وبتدرسوه يعني، فدي حاجه بتديكوا بلس ان انا بحب مش بحب التمثيل وعندي موهبه، انا كمان بدرسه من كتر حبي فيه. كل واحد شايف نفسه يعني في ايه، اللي هو نفسك تمثل مع مين، نفسك تمثل ادوار شبهك تبقى عامله ازاي، كل واحد كده يقول لي حلمه كده بيحلم بايه. معز قول. وانا يعني شخصيه معينه انا لا حابب ان انا امثل كل الشخصيات، يعني ببقى عندي كده حاجه جوه ان انا نفسي اعمل كل حاجه مختلفه، يعني لو انا عايز حد مش عارف محترم، حد صنايعي، حد كذا، بحس ان انا دايما نفسي اعمل حاجه مختلفه، نفسي امثل كل الحاجات دي كلها. بالنسبه لحلمي بقى في التمثيل، يعني طبعا حلمي ابقى نجم، يعني ما فيش حاجه قدامي غير دي ان شاء الله هتكون، ربنا يخليك يا رب. وانا اصلا من دمنهور، يعني انا مش من القاهره، مش من القاهره، يعني انا مغترب، اهلي حتى في دمنهور، فبروح واجي فبس، فهو ده يعني حلمي الاساسي، وكمان حلم اهلي معايا لما شافوني ان انا عايز اعمل ده وحققت خطوات في ده. حلو قوي عصام. بس انا عندي اولويه كده لحاجات معينه، يعني الاخراج اكتر من التمثيل ولا للاسف؟ لا تمثيل التمثيل الاول، بعدها الاخراج، بعدها التاليف.
يعني حسيت والله ان انت بتحب الكتابه، يعني حسيت يعني الحمد لله واخد جوايز فيها برده، واخد جوايز في التمثيل الحمد لله برده. انا بس اصلا برضو احنا مغتربين فعلا غالبا كلنا. انا من بني سويف. انت بني سويف وانت دمنهور وانت طنطا. فانا برضو عندنا انا عندي دايما ازمه. عندكم شغف كبير ان انتوا سبتوا بيتكم وحياتكم واهلكم عشان مصدقين حاجه واحده بس اللي احنا جايين عشانها المكان ده. بالظبط التمثيل. بالظبط. وانت استاذ موريس أنا... انت كوميدي طبعا. انت كده كده يعني محمد هنيدي تو. ممكن ابقى ماجد كده. لسه هستنى ماجد كده. يا رب يكون بيزي يشوفنا يا استاذ ماجد. استاذ ماجد من فضلك. والنبي يا استاذ. انا اصلا يعني دي مش انا انا درست كليه قبل معهد. درست ايه؟ درست بزنس تجاره. انا لسه كنت والله العظيم انا كنت ظلماك اقول 26 سنه بيعمل ايه في المعهد لحد دلوقتي. طلعت ظلماك. لسه في سنه اولى عامه. حلوه قوي. شايفه ليه حاسه عايزه اشوفكم بتعملوا حاجه حالا دلوقتي. نعمل حاجه حالا بس لنا حته. انتوا بتتضايقوا من اللي مثل لنا حته؟ لا عادي. لا لا ثواني يا جماعه. والله يا جماعه فعلا بتضايق قوي. يعني يعني ايه؟ يعني كانك جبت كوره للعيب كله. نطط كده. نطط كده لحد جول. لا ثانيه واحده معلش. بس في حاجات ارتجاليه يعني لما بيبقى في فنان مطرب مثلا بيغني صح، في فنان شاعر فممكن رد صوت ديلهم. هو ده الكلام. هتمثل من الاخر. احنا كاتبين ان انت هتمثل. ولما يكون عندنا حد شاعر نقول له يعني تقدر تألف حالا كده حاجه على الهوا يألف. لما يكون عندنا حد بتاع حاجات سكتشات كوميديه قدم لنا الفقره دي على الفقره دي على الهوا بتقدم الفقره. طب دلوقتي انت فنان تقدر تعمل اي حاجه. صح. بس احنا فين؟ على قد الحدث بقى. ثواني نتكلم بقى. لا ده استوديو ايه وكاميرات واحنا مكلمين. يعني هنا مش الموضوع. مش هقول لا، انما السؤال في المطلق لا مؤذي قوي يا جماعه. تبقى ماشي. لا هو قصده في البيت. يعني انت العيله تبقى متجمعه كده ايه ده بيمثل مثلا حته كده. انا عايز اقول لك انا عندي مشكله دايما مع عيلتي. يعني ربنا يخليكم طبعا مش قصدي حاجه، بس كل ما يشوفوني بتشوف مين؟ عمرو دياب. بتشوف اشرف عبد الباقي. علي ربيع عامل ايه طيب؟ طب ايه انت فين في الوصل؟ يعني هنشوفك في مسرح مصر اللي هو انتهى باين. هو دايما لا بس دي صوره متاخده للناس اللي هو ايه ده انت اكيد يعني فاهمه اللي هو منى زكي انتمتك. ها منى بتاكل ايه؟ بتحب تتغدى ايه؟ بتاكل زينا والله. خليني الساعه عشان جدع قوي. لا بس والله انا متاكده ان انا شايفه ان انتوا طبيعيين ودي احلى حاجه بتميزكم ما شاء الله. ان انتوا واخدين مش متكلفين. انتوا بتتعاملوا بانتوا طبيعتكم عشان الكاميرا. حاجه حلوه قوي. الحياه مدعيين كلنا في الاخر بنضرب بعض. بقول لك جبت مني علقه كل يوم. انا بس قبل ما نختم كده عايزه اسمع يعني كل واحد فيكم نفسه يحقق ايه، حلم كل واحد فيكم في السريع كده. الله حلو قوي السؤال ده. شفتوا اسيب لك المايك بقى. ماشي. انا في البدايه نفسي اكون نجم فعلا. وعندي شويه احلام كده من ضمنهم ان انا نفسي يكون عندي مركب كبيره في نص الميه. افتحها ده نفسي يضرب بجد. حلمي لما ربنا يكرمني في التمثيل مركب في نص الميه. مطعم كبير. هتجيلك ازاي؟ لا لا ما في بقى يخت. مفيش اعداء النجاح. انا بس عايزه اروح. هو عايز المركب في نص الميه. يعني يروح بقى بقوارب. سوري قيس كده. يخت بقى يتصرفوا بقى في دراسه جدول بقى ساعتها هبقى مهم قوي. جدول دي مش هينفع. ولا مبدئيا مفيش ولا تكتب في العمرانيه. مش شفت في نص المايه. اجر اي حاجه يجيبوا فلوكه. فلوكه. وانت يا استاذ محمد؟ انا حاسه محمد كده مديني معز. لا محمد عبد المنعم. تهزر؟ انا اهزر بقى عشان اهزر. بجد شايف نفسي ان انا عايز ابقى نجم. يعني نجم شباك. ساعات بحلم كده ان انا يبقى يوفتي موجوده في كل مكان. ان شاء الله. بحس ان انا شايف ده. ان شاء الله. بس انت مش شايف حاجه. لا انا مش شايف. انا مش شايف. انا عايز اروح. انا شايفك بالعكس. لا انا نفسي الصراحه يعني انا نفسي مش فارق معايا مدى النجوميه بس انا فارق معايا ان انا امثل. دي حاجه. ونفسي ابقى يعني بجد مش كلام بس انا نفسي ان ابقى في رساله بقدمها تفرق في حياه الناس. يعني لو في حد معين
انا فرقت في حياته برسال بالفن اللي انا بقدمه، حاسس ان دي يعني ده هدف ان انا اعيش له. ومن هنا انا بس احب اوجه رساله لانتي خالتي عشان هي هتقتلني لو عشان لو ما قلتش اسمها، يعني افتكرت دلوقتي رساله بقى كنت بتقول ايه؟ ان انا اوجه رساله لانتي، يعني هي متفقه معايا على اتفاق. لو مثلت اقول ايراد بتاعي، لا اول مقابله اقول اي مقابله. طب اسمها ايه؟ طب عشان نسلم انتي عنان. انت عنان انتي. طب هي انتي ايه؟ فانتا ايه؟ انتي بتضايقني يعني. لا مؤاخذه يعني، لا والله يا جماعه شرفتونا والله، مش عايزه الانترفيو يخلص من انا بس حابب قبل ما نقفل عايز اشكر برضو عايز اشكر لا 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 يعني كلهم طبعا، بس عايز اشكر والدتي ووالدي واخويا، دول الداعمين دايما في حياتي. انا دايما في ضغط وهم دايما اللي بيخرجوني بره اي حاجه فعلا. الحمد لله كلنا طبعا، ربنا يخليكم لي دايما يا رب. وانت مش عايز تشكر حد؟ ما كلهم والله لازم يعني بجد. انا مامتي ووالدي يعني واخواتي الاثنين البنات دول اللي عندي في حته ثانيه خالص، يعني انا نفسي اعمل كل حاجه عشان اخليهم مبسوطين ان شاء الله. انتوا اوريدي نجوم، وطالما انتوا اخدتوا جايزه مهمه زي كده اخدتوها 3 سنين ورا بعض، انتوا فعلا الناس كتير مصدقه بيكوا، وطالما انتوا اصلا ابتديتوا تطلعوا في برامج وكده اكيد ده حطكوا في حته شويه ان انتوا ابتديتوا تصدقوا ان انتوا ماشيين على السلم صح. مش يعني المسار اللي انتوا ماشيين فيه ده هو ده الصح، انتوا طالعين الستبس واحده واحده، وان شاء الله تحققوا كل احلامكم وتبقوا نجوم وتكسروا الدنيا وتعمل كل الافلام اللي انت عايزها والمركب، بس يعني احاول من غير كلكم نجوم اوريدي. شكرا ليكم نورتونا النهارده في عيش سعيد. طيب خلينا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا معاكم، وخليكم كده دايما بتشوفونا. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، ودلوقتي بقى جت فقره مهمه جدا جدا محتاجين كلنا كده نسمعها، وفقره مش بتهم الرجاله بس برضو بتهم الستات، بما اننا احنا الاثنين بنسوق واحنا الاثنين على طول موجودين على الطريق، مفيش فرق بين ست وراجل في السواقه اظن، يعني هنشوف، ما تيجوا بينا نشوف عادي جدا. وطبعا الصيف ومشاكله الكتيره جدا مع العربيات، يعني واحنا ماشيين في الطريق بالذات لما درجات الحراره بتبقى عاليه جدا بنشوف ناس كتيره واقفه على الطرق، العربيه قطعت فجأة، العربية ما بتدورش، العربية سخنت، العربية محتاجة مية، وتلاقي الناس كلها اتلمت وكل واحد يفتيله كده كم فتوى وهو ماشي في الطريق. فالنهاردة بقى يا جماعة معانا ضيف مهم جدا، هو ناجح جدا وما شاء الله بيقدم محتوى لطيف جدا على السوشيال ميديا، وبيعلم الناس حاجات مهمة جدا عن العربيات، بيقول لهم كده على تيبس اند تريكس مهمة جدا بتفيدنا في السواقة سواء للبنات أو للولاد. ضيفنا النهاردة هو صانع المحتوى الجامد جدا في مجال العربيات، احمد سالم. ازيك يا سالم؟ ازيك يا منورنا. ازيك يا شو؟ انا والله تمام، وحسن انا هنفسك قوي في الحته دي صح. معاك بقى انت، خلي بالك خاف من سوا عشان هي هتحط الفقره دي سويها يعني جامده وبفهم في العربيات. انت دخلتك فهمتيني ان انت بتعرفي في العربيات خلاص. انا خلاص هتعلم منك بعد. ممكن كمان نخلي احمد يعمل لنا حاجه لطيفه بعد يعمل لنا استجوابك بكام حاجه، اعمل لنا امتحان نشوف سوها شاطره ولا لا. لا بس هي جاوبت على المارش في ثانيه. يعني هي حددت المشكله. عادي يا استاذه ما تحرجناش. هو قال المارش ده فين؟ عارفه اللي هو اصلا نهين هون عارفه اللي هو منورنا. وطبعا يعني احنا برضو عشان عيش سعيد بيتفرج عليه عدد كبير جدا من الشباب، فيهمهم في ناس لسه في اول سنين الجامعه واول سنين الشغل وكده، ولسه بقى جايبين العربيه جديد وما كانش عندهم الخبره قبل كده في سواقه العربيات، فعايزين يفهموا مبادئ على الاقل، هي الشيء ده بيدور ازاي، بيمشي ازاي، ايه الحاجه اللي لو ظهرت تبقى خطر بالنسبه لي. فكل الكلام ده نتكلم فيه براحتنا، بس اما نعرف شويه اكتر انت ابتديت ازاي الفيديوهات بتاعتك اللطيفه اللي بتعملها على السوشيال ميديا، وايه كان اول فيديو ليك؟ يا سلام، الاهتمام ما بتقلبش والله، انا اول مره اسال السؤال ده. شفت بقى؟ لا نعرف انت شغفك جه منين، الشراره دي جت منين. بصي، هو انا ابتديت من غير خالص ما اكون عايز اكمل في السوشيال ميديا او اعمل فيديوهات. ابتديت كتوعيه، بعرف الناس الفرق ما بين الزيت الاصلي والمضروب
لان لقيت في السوق كتير وانا طالع من واضح ان حصل معاك انت شخصيا حاجه. هو انا اصلا عيلتي هي شغاله في السوق شركه للقطع الغيار العربيات، فانا اصلا يعني بدل ما اروح الحضانه بروح معاهم واتفرج الورشه. فانا مش من يعني انا غصبا عني شربت الموضوع ففهمت الدنيا كلها، وبالذات جدي يعني كان بيقول لي ازاي نعرف الفروقات والحاجات اللي زي دي. حلوه. فالزيت كان مضروب كتير قوي في السوق. عرفت انا تركتين لي، فابتديت اطلع بفيديو. ده اول فيديو انا عملته. الكلام ده من فتره كبيره صح؟ انا قاعده بفتكر امتى كان الزيت مضروب. لا ده لحد دلوقتي بيبقى لحد دلوقتي مضروبة. بس انا الفيديو ده معمول من سنتين ونص، وده كان اول فيديو ليا وجاب 1,000,000 مشاهده في يوم واحد. ما شاء الله ما شاء الله. وانا اصلا مش فاهم يعني. طب استنى بس اختبر نفسي عشان فضل. كانت اللزوجه بتاعته مش مظبوطه ولا لا؟ ال 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 الزيت المضروب عشان تعرفيه من ريحته ولونه، واللون دي ممكن دي عادي جدا تضرب بسهوله جدا. اما الريحه مستحيل. الريحه ايه بقى؟ الريحه بتبقى عامله زي البلاستيك او جاز. لو لقيتي ريحه بلاستيك او جاز، ودي حاجه بقى حصري ليكم في القناه، ده زيت مضروب ما تحطهوش خالص. وطبيعي ان هو ريحته بتبقى ما بتبقاش زي. فيه ريحه يعني ده زيت، فده ملوش ريحه نفاذه يعني. بالظبط. اوكي. لا هي كده معانا. لا تمام تمام. انا حاسه ان انتوا ممكن تعملوا فيديو مع بعض بقى وانا اسقف لكم من بعيد. ايوه في تبادل في المعلومات الحلوه دي. خليكي كده. فجامد كده احنا نعرف لان في بنات كتير خلي بالك هي اللي بتروح تصين ما عندهاش مثلا حد يصين لها العربيه. وبرده البنت لازم تبقى عندها خلفيه لما تيجي تبص. واحد يجي يقول لها الجيركن اهو احطهولك، تبص على العلبه نفسها هل الطباعه مهزوزه؟ ما هو شركه طبعا عالميه مش هتطلع، او شركه اي طبعاً. شركه مش هتطلع حاجه طباعه مهزوزه. بالظبط. مش هتلاقي الاستيكر نفسه مهزوز مايل كده. الحاجات دي بتبين من الاول. بس برده عشان نبقى متفقين بيظبطوها برضو يعني لو رحت وجيت بيعملوا اعاده تعبئه. فانت عشان عشان تنجزي الموضوع شم ريحه الزيت. لو لقيتيه جاز او بلاستيك او اي حاجه نفاذه غريبه ولا شكرا انا مش عايزه حاجه ثانيه. مفروض ان انا اغير زيت كل قد ايه؟ الطبيعي ده سؤال بديهي قوي. احنا كده بنبتدي من الاول يا سلوى. لا لا هو في حته في برضه حته مهمه في الحته دي. ان العربيات اصلا الجديده الحديثه المفروض ان هي بتحط لها زيت تخليقي. التخليقي ده بيقعد من 10,000 بس احنا بنقف في اشارات ساعات. فممكن الافريج ده يقل شويه بدل 10,000 يبقى 8,000. ما ال 10 معروفه، الزيت ال 10 بنمشي عليه 8، الزيت ال 5 بنمشي عليه 3 معروف. ماشي. هو دي ده احنا حافظين كده وده الافريج بتاعنا في مصر خلي بالك. بس انت لو عربيه بتلف كتير او عربيه دوريه شرطه لا او عربيه انا بقى تحديدا بعيد لا 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 انا قصدي ان هو بيهلك العربيه طول اليوم على طول زحمه حر الكلام ده. لا ده ينزله قبل ال 8 عشان يحافظ على الموتور بتاعه. ودي حاجه برضو الناس ما بتركزش فيها. احنا فعلا حافظين الكلمتين دول كاشخاص عاديه بتتعامل مع عربيتها ده طبيعي فعلا. اما الصح لو واحد استخدمه العربيه كتير اوبر او اي حاجه زحمه كتير بيمشي بسرعات عربيه دوريه شرطه مثلا بتلف بتمشي بسرعات هاديه فدي بتحتاج تغير الزيت بدري عن ال 10 وال 8 ممكن يغيروه 6 5 يروح يكشف احسن حتى لو هو 10,000. فدي برضو وبرضو بما اننا في موسم صيف وسفر يعني احنا رايحين جايين بقى ساحل بقى سخنه البحر الاحمر والكلام ده كله، فبرضو لازم في الصيف نغير برضو اللي هو عشان الطريق رايح جاي دي برضو لازم نغير بدري. لا الطرق اللي هي سريعه اصلا بتحافظ على الزيت يعني بجد والله. يعني الخواص بتاعته بتبقى كويسه فانت عادي لو بتحافظ على العربيه عامه حتى الطرق السريعه استهلاكك للبنزين في الطرق السريعه بيبقى اقل من الوقفات بتاعه الزحمه. بس اقفلي الازاز اهم حاجه وشغلي التكييف عشان الاجواء يعني الهواء على الطريق السريع لو دخل العربيه وانت ماشيه بيقلل منها من عزمها من حاجات كتيره. بالظبط بيزود المقاومه فالبنزين بتبقى استهلاكه اكتر. اوكي حلوه المعلومه دي. طيب نرجع بقى للفيديو بتاعك اللي ضرب فجاه 1,000,000 في يوم واحد وانت استغربت اصلا انك ما كانش في دماغك ان انت تطلع الطلعه دي. انا مش هبقى بلوجر يا جماعه. ايه ده اللي حصل؟ الصفحه زيرو. الصفحه اللي انا عملتها دي زيرو. الفيديو اتعمل جاب 1,000,000 في يوم. انا فاكر ساعتها قلت لواحد صاحبي لو جاب 1,000,000 لحد بالليل هجيب لك جوز حمام ونتعشى واعزمك بقى ويلا بينا. ومش فاهم حاجه انا بقى لقيت مره واحده 1,000,000 لقيت ان انا اضطريت اجيب حمام فعلا. جبت حمام وانا دفعت ويلا بينا بقى ويلا اصرف وضيع بقى بقيت مشهور خلاص بقى. انا قلت مشاهدات. فبعد كده لقيت ان الناس بتكتب لي عايزين 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 طلبات طلبات كتير محتوى بقى عملوا لي محتوى هم لوحدهم. وانا اصلا في المجال يعني انا مش بادئ كده
مش هسيرش بقى من الاول واعرف هو ده اللي عايزينه ده اعمل عنه فيديو فيه بالظبط. فهو اصلا الطبيعي ودي كانت مشكله عندي اللي كان بيقول لي حاجه انا مش متخيل ان هو مش عارفها فلما كانوا بيطلبوا فقلت اعمل فلما بعمل بيبتدي ان انا اخش في حته تانية حلوه قوي. فبقالي سنتين ونص ما وقفتش لحد دلوقتي فيديوهات يعني انا جميل. انا في فيديوهاتي بقول كل ولسه يوم كاتب الليسته اللي هي مطلوبه منك صح كل الحاجات دي برجع لها الكومنتات القديمه اي حاجه وبعدين بيجي لي مسجات على الانستجرام اسئله حاجات بتقف مع ناس فبتعملها بقى على بعملها واكتشفت اكتر ان اللي بيتابعوني الناس اللي هي عايزه تتعلم المبتدئين لان المحترف بيبقى الحاجات دي بالنسبه له لا ده عادي بس هو بيراجع معايا شويه حاجات ممكن في ناس محترفين معايا وبيتفرجوا وبيعجبهم الاسلوب والحاجات وبيعرفوا منتجات اكتر بس المحترف بيبقى عايز بقى ان انا افك له واركب له بايدي وانا دي طبعا مش هقدر اعملها انا مش فني طبعا انا بقدر انت عندك نوليدج وعندك النو هاو بتاع ازاي نمشي العربيه وده مهم بالزبط. طب ايه اكتر سؤال كومن بيجي لك يعني دايما السؤال ده او التوبيك ده بيجي لك من ناس كتير قوي في الدي امز او على الانبوكس وكده عايزين نخزن العربيه سنه نعمل ايه عايزين لو مسافرين مثلا عايزين انا فاكره زمان كانوا بيشيلوا الكاوتشات ويرفعوها على بس في حاجه حديد كده دي بقى انا اكتشفت حاجه دي لما تشيل الكاوتشات وترفعيها على حاجه حديد في الشاسيه بتاع العربيه لو اترفعت غلط هتعمل ازمه في الشاسيه نفسه هتتعوج العربيه لو ركنت فتره طويله لان الوضع ده هو قاعد عليه بقى له سنه بيبقى محطوطه مرفوعه من هنا في حته ومرفوعه من هنا في حته ثانيه فبيبقى في علامات في العربيه بترفعي منها بتبقى مظبوطه على الشاسيه ما تعملش اي ازمه في برضو حته ان الكاوتش ده اصل انا فاكره احنا عملنا الكلام ده زمان واحنا صغيرين كنا عايشين بره فكنا بنرفع العربيه على حاجه حديد غالبا هي متفصله لان هي تبقى بالمنظر طيب ده طيب يبقى دي كانت مرفوعه مظبوط فهي كانت مرفوعه بالشكل ده بس هي كده كده اصلا انا ما اعرفش ليه ما بيسيبوهاش زي ما هي بكاوتشاتها لان الكاوتشات ليها عمر افتراضي هي غير الكاوتشات هي العربيه وهي على الارض العفشه بتاعتها هتبوظ برضو لان هي مش مرفوعه فالحمل كله هتهبط المساعدين الحاجات المقصات الكل ده هيبتدي يريح طب فانت مش ايه؟ صح ان انت تعملي ايه لما تيجي تسافري وتسيبي العربيه فتره طويله افضل حاجه ان حد يشغل العربيه دي افضل حاجه كل اسبوع وياخد بيها لفه اوكي دي لكل حاجه اللي مش هتقدري تعملي كده وعايزه تخزني بترفعي العربيه او بتدخليها كبسوله الكبسولة دي بتشتريها كده بتخش العربيه فيها وخلاص وبتقفليها ومفيش اي مشاكل زي كاني حطيتها في الجراب كده كانك حطيتها في الجراب وهي بتحافظ عليها من عوامل الجو يعني اوكي العربيه لما بتترفع هي لازم تفكي الجنوط منها عشان ما تحملش على العفشه زي ما احنا لانها بيبقى ليها وزن البنزين لازم يتفضى خالص تماما يا اما تتملي لحد اخر التانك وتحط لها معالج للبنزين مثبت للبنزين لا 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 دي حاجه تانية مثبت للبنزين ده عشان خواصه ما تروحش بحيث ان انت لما تقعدي فتره طويله وتيجي تدوري بنزين ليه صلاحيه ما تروحش منه عندك البطاريات تشيلي القطاش بتاع القطاش ده اللي هو اللي هو بيتحط على البطاريه الصوابع بتاعتها تشيليه خالص اكنها مش متوصله اصلا تقفلي اي فتحات في العربيه من بره عشان ما فيش اي حاجه تعشش فيها زي ما بيقولوا يعني بالبلدي اوكي طب انت بيجي لك اسئله من البنات كتير يعني هل البنات يعني متفاعله معاك على الصفحه وبتقعد بقى تسالك حاجات ولا اكتر ولاد لا البنات بتتفاعل جدا والولاد برضو المبتدئين بيتفاعلوا ان هم عايزين يتعلموا فهم شافوا واحد بيشرح لهم بيفهموا منه طب قول لنا دي كمان طب قول لنا دي كمان طبعا انا ببقى عايز ارد على كله بس باخد بقى الرد يعني باخد الجمله اللي او السؤال اللي بيتسال وبرد عليه بفيديو على طول بحيث ان كله وفي نفس الوقت ده محتوى ليا ان انا ما اوقفش ان هو كل يوم فيديو فعلا علشان كمان في ناس بتخاف يضحك عليها عارفه طبعا يعني مع كامل احترامي كل مهنه فيها الكويس واللي مش كويس ففي جزء من الناس برده ممكن يقول لك لا اصل انا رحت للصنايعي وعمل لي فتحه كبيره وانا ما بفهمش في العربيات فدفعت ارقام كبيره كتير. وده بيحصل كتير طبعا لانه احنا مش كلنا زي بعض فمثلا بمناسبه البنزين اللي انت قلته وانا كمان ذكرت حاجه بنبقى في البنزينه وحد يجي يقول لك لا عايز تحافظ على دوره البنزين في العربيه لازم تحط السائل ده انا مش بضحك عليك انا لازم اقول لك كذا فمدى صحه الحاجات اللي هي بتتباع لنا فجاه ويحسسونا ان هي مهمه قوي الحاجات دي مهمه فعلا ولا مش مهمه بص هو اللي بيجي لك في البنزينه هو كده كده سيلز وعايز يبيع
ودي حاجه دي بتاعت شغله يعني مالناش دعوه بيها. اما ان انت تحطي حاجه في عربيتك فالاحسن لو هي زيرو وماشيه مع التوكيل خليكي مع التوكيل. عايزه بقى بعد مده تنضفي الكربونات اللي بتحصل من الحرق والزيوت والحاجات دي ممكن تحطي حاجه تنضف الدوره كامله، بس تخلي بالك ان هي ما تبوظش رشاشات او حاجه زي كده. هي فيها ساعات خطوره لو العربيه قديمه قوي وانت نضفتي هتلاقي فيه رواسب كتير وشوايب كتير طبعا هتسد الدنيا. فانت تخلي بالك من الحته دي يعني. لازم يبقى حد فاهم عشان يحط. اما انا بعرف الموضوع بتاع البنزينه الاقي واحد اقول له شكرا، انا على طول بقول له شكرا. لان انا لو عايز حاجه لا بيدخلوا فكره ان هي ببلاش، ففي ناس مثلا يغريها الموضوع ما هو ببلاش. انا لا هو اللي ببلاش ان هو يتشيك على العربيه لكن مش ببلاش في حاجه المنتجات. في حاجه ثانيه ساعات بيعملوا والله. هقول لك بقى حاجه ثانيه دي كويس قوي اللي انت قلتيها لان هي بتحصل كتير وبيبقى فيها اشتغالات من بعض الأماكن. الناس طبعا احنا عارفين اكيد ان مش كل الناس واحد. تخشي على البنزينه يقول لك ايه ده المايه ناقصه جامد جدا. ده حصلت معايا المايه دي، حصلت معايا ثلاث مرات. انت عارفه منين؟ هو انا مكتوب على وشي، عارفه هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي، عارفه لو اقول ايه انتوا بتعملوا فيا كده يعني. كل ما اشوف يقول لي المايه ويبرقني كده فبحس ايه ده يخوفك بقى انت عشان بنت. بس الصح اللي انت في الحاجه اللي زي دي تبصي على العداد بتاعك المؤشر مظبوط مفيش حاجه قولي له شكرا على طول. يقول لك ازود ميه قولي له لا شكرا. تعرفي يعني ايه المؤشر؟ مؤشر الحراره اللي هو يعني المؤشر مظبوط مؤشر مش عالي قوي انت لازم تبقي عارفه المؤشر الطبيعي بتاع عربيتك كام يعني بيبقى يعني على مش كلنا واحد مش كل العربيات مش كل عربيه زي بتبقى زي بعض. ماشي. في عربيات ما فيهاش مؤشر اصلا بيبقى فيها لمبه بتنور او ما تنور دي خلاص كده احنا لازم نقف كده احنا في خطر لازم نقف. فانت اول ما بيقول لك كده قولي له لا شكرا وما تخليش حد يكشف لك على العربيه طول ما انت مش حاسه بحاجه غريبه. ده طبيعي طول ما فيهاش صوت عالي بالزبط. ما فيهاش اي اصوات ما فيش حاجه. وانت داخل كده كان في ما بيننا كلام عن ست حامل ظهرت لها في العربيه. ايه الست الحامل دي؟ انا اصلا ما فهمتش بتتكلم على مؤشر. بصي هو ده لمبه الارباج معناه ان في مشكله حاصله من الارباج. ممكن يبقى شريط الارباج. شريط الارباج ده هو طلع شريط الارباج لما صلحتها يعني اصلا يعني طيب فعلا. شريط الارباج ده اللي ورا الكلاكس ومعاها كمان هتلاقي ان الكلاكس بيفصل او بيعلق. ممكن كمان يبقى حساس بتاع الارباج نفسه بيبقى تحت الكرسي. ممكن الحزام. فكل ده يخلي اللمبه دي تنور. فانت عشان ما تدفعيش ثمن شريط الارباج تروحي تكشفي كمبيوتر يعرف لك بقى ده شريط الارباج ولا الحساس. عشان ما لان في ناس يقول لك خدي شريط الارباج غيريه وهتبقى زي الفل وده وتغير ويطلع ويبقى لا برضه يبقى فيه مشكله او هو يفصل اللمبه من عنده عشان يبيع لك شريط يعني بيبقى فيه حاجات كده في حاجه. طب انا في حاجه برضه عايزه ارجع لها موضوع الميه. في بقى ساعتها لما اتضحك عليا بقى في البنزينه فقال لي في ميه حمراء وميه خضراء فانا بقى فقال لي احط لك ايه؟ فلو شفت اللون اللي عاجبني احلى عارفه لو فالمفروض انا حتى مونيكير اللون ايه قطع انا حاطه ايه بالظبط كده. فلو للناس اللي زي اللي مش فاهمه الفرق بين الميه الخضراء والميه الحمراء والميه العاديه ما في مساعد الميه العاديه لا 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 مفيش لا ميه عاديه ده زمان قوي بقى اللي هي لما كنا بنسقع ازازه المشروب بتاع الحاجه الساقعه دي ونحطها ورا ومعاك تشرب تشرب العربيه بقين. اصلا الميه العاديه دي بتبوظ الدنيا خالص يعني. لا بس هي كانت ماشيه مع العربيات بتاعت زمان هي كانت مخليه العربيه بتاعت زمان تصدي وبتفتح الراديتير. هو احنا هو فعلا احنا كنا بنحط ميه. انا فاكره على ايام جدي وكده كانوا على ايام كيسوها عادي ناخد بالظبط. لا ده معلش ده نخش لا 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 مش عايزين نخش فيه. ده اكيد ستات خلاص معلش وقته دلوقتي وقته خالص. الزميله دي مالناش دعوه بيها. بس كان فعلا اللي هو نفس الازازه اللي بنشرب منها بنشرب العربيه منها وخلاص خلصت على المايه المعدنيه حلوه بنعملها معامله الطفل اللي بيسلم. مفيش فرق كبير ما بين الميه الخضراء والميه الحمراء. هي في عربيات بتبقى ميه الحمراء ليها اول الاكثريه الميه الحمراء. فانت لو حطيتي في الاختيار ده قولي له انا عايزه ميه اصلي يعني مش هتفرق معايا اللون حط لي ميه اصلي. لان اصلا انت ممكن يكون جايب لك ميه عاديه ويحط لك عليها لون فدي هي المصيبه. لانك تبقي فاكره انك حاطه ميه خضراء او ميه حمراء ما بتصديش وتلاقي نفسك الراديتير باظ وانت مش فاهمه هو في ايه الميه مضروبه اللي انت حطيتيها. نفس الجيركن اللي اتاكدتي من سلامته في الزيت هو نفس الجيركن اللي هتتاكدي من سلامته ودي في الميه. ودي انا مش هعرف اقول لك حاجه تختبري بيها غير حاجه واحده بس. تاخدي شويه من الميه دي تحطيها في الفريزر. لو اتجمدت لو اتجمدت تبقى ميه عاديه يبقى ميه عاديه ومتصلحش للعربيه. بس طبعا ما تحطهاش يومين. تحطيها على درجه حراره ماينس خمسه أوكي. يعني سالب خمسه وتشوفي بعد ثلاث ساعات كده
وتحطي جنبها كوبايه ميه عاديه. لو كوبايه الميه العاديه اتجمدت زي كوبير ودي ما اتجمدتش، تعرفي ان الميه دي تصلح للعربيه ومفيش مشكله. حصل معايا مشكله برضو تاني، وانا مشاكلي كتير، انا حاسه ان مشاكلي بس هقول لك حاجه برضو عشان مشاكل اكيد اكيد هقول لك حاجه عشان ناكد الحته دي. الافضل بقى في الميه تشتري من مكان ثقه عشان يعني نقفل مكان ثقه اللي هو بنزينه، يعني بنزينه معروفه، بنزينه معروفه مركز معتمد، حاجه انت عارفاها بس ما تخشيش حاجه يعني واثقه فيها. في ناس بتجيب من السوبر ماركت. ايه ده؟ والله اوكي والله في ناس بتجيب ميه خضراء من السوبر. دي غريبه قوي يعني، دي جديده. لا انا المشكله اللي حصلت وحصلت لكذا حد، حتى ناس كانت بتكتب على الفيسبوك خصوصا مع دخول الصيف وكده، ان في بنزين بنحطه العربيه، بعد ما بنحط بنزين بيبقى البنزين فيه مشكله فالعربيه بتقطع واحنا ماشيين. عارفه بتحس العربيه مكتومه؟ لا دي وحصلت لي على فكره في بنزينه مشهوره جدا جدا يعني. لا ده ممكن يبقى فيه مشكله تانية غير البنزين، لان لو مشهوره جدا عمرها ما تقدر، لان بيبقى فيه فحوصات جامده جدا عليهم. لو بنزينه تحت السلم احتمال يبقى التنكات، لا ممكن التنكات اللي تحت فيها شوايب. فانت تختاري بنزينه جديده الافضل ومعروفة وتبعدي. بقول لك عليها بعدين جديدة. أنا يعني الحاجات اللي زي دي تخلي بالك ان اي حاجة بتحطيها في العربية هتبقى حساسة، هتنور معاكي لمبة طبعا، فانت اول ما هتحطي لقيتي فيه برجلة هتعرفي ان فيه مشكلة حصلت. ممكن بتبقى مشكلة كهرباء، لو غيرتي حاجة في الكهرباء العربية تظبط، بس يعني انت الحمد لله عدت معاكي القصه دي ولا يعني. لما رحت صلحتها قال لي لا ده البنزين، المهندس قال لي لا البنزين مش نظيف، فصفى بقى العربيه من البنزين كله. بس خلي بالك يعني ممكن بيبقى فيها حوارات المهندسين او مش المهندسين، المكان اللي انت رايحه له بيبقى عايز يدخلها في حاجه تانية عشان يعني يكبر لك الدنيا شويه. لا بس حد مصطفي قوي يعني. طب انا ما بقدرش حد امان يعني. طب انا ما بقدرش احدد الحته دي بالذات يعني، الحته دي حساسه قوي. طب عايزه بقى اسالك على حاجات اللي بتنور في التابلو زي الست الحامل دي كده، حاجات ما نهزرش فيها. أي في حاجات أي بنعديها ما نتجاهلهاش، وفي حاجات ما ينفعش نتجاهلها ولازم نقف فورا، خصوصا ان احنا زي ما قالت لينا ان احنا دلوقتي طالعين على طرق سفر كتير. برضو الشباب اللي لسه داخل جامعه جديد، واللي مثلا حد معاه عربيه جديده لاول مره، او بياخد عربيه اهله وهو رايح بيها الجامعه او كده، ففي حاجات ما نهزرش فيها عشان ما نروحش الارقام، ندفع ارقام بعد كده. مظبوط. احنا نعملها زي اشاره المرور كده، اخضر احمر اصفر. حلو. اللي الاصفر اللي في النص ده، الاخضر مفيش مشكله عادي، احنا ده نور حاجه احنا مشغلينها. الاصفر ده تحذير زي اللي هو بتاع الاشاره برضو. تحذير يعني تروحي تكشفي. الاحمر تقفي فورا. في احمر تمشي عليه زي لمبه الست الحامل اللي انت قلتي لي عليها، اللي هو لمبه الايرباج. بس تشيك انجن بتنور احمر واصفر. تشيك انجن بتنور اصفر بس. بتنور اصفر بس، ما عشان كده بقول لك ازاي ده اخطر اخطر لمبه في في العربيه كلها. هي أخطر بتنور اصفر ليه؟ اخطر لمبه بتضايق، بس هي بتقول لك اعملي تشيك في مشكله، بس هي مش هتوقفك المشكله دي، مش هتوقفك. بس هي في مشكله، فبتروحي انا مش بقول لك ان انت تمشي عليها. روحي اكشفي، لو لقيتي ان الموضوع بسيط وسهل انت بقى انت بتعرفي تتصرفي. عشان كده الزيت خلوها احمر وتشيك انجن خلوها اصفر. الزيت والميه ما فيهوش هزار، الموتور هيرزع لو مشيتي عليهم. زيت ميه خلاص احنا كده مرحله الخطر، مرحله الخطر والفلوس الكتير بقى. طيب في برضو دلوقتي بعض الناس يعني احنا في مصر متخوفين شويه من العربيات الكهرباء، عايزين نتكلم عن عربيات الكهرباء وثوره عربيات الكهرباء، لان انا حاسه فعلا هي يعني ثوره وحاجه جديده جايه علينا، والناس مش عارفه، ناس خايفه، مع انها حاجه مريحه وحاجه كويسه، بس في ناس عندها مخاوف فيه عشان احنا اتعودنا بقالنا سنين من حياتنا، الافات السنين، بنسوق العربيه العاديه الطبيعيه ببنزين وكده. شفنا كتير قوي في شوارعنا الفتره اللي فاتت ناس خلاص خدت القرار ان هي جايبه عربيات كهرباء، وبنشوف المحطات بتاعت شحن عربيات الكهرباء في كل مكان دلوقتي، في كل بنزينه، في كل ففي امل. وبتحس اللي هو طب ايه ده، ما اخد الخطوه، يجي حد يقول لك معلومه ينزل لك الاكسبكتيشنز بتاعتك ويخليك تخاف. انت كواحد خبير ما شاء الله في المجال وبقالك سنين وعيلتك مشهوره في الحته دي، ايه رايك في العربيات الكهرباء؟ بص، هو انا اصلا مجالنا ضد عربيات الكهرباء، بس انا هقول لك اللي انا شفته. العربيات الكهرباء هي المستقبل، هي اللي جاي. انا سالت ناس كتير، لان انا برضو لازم اخش على الموضوع ده بسبب ان المحتوى بتاعي بيتكلم عن العربيات عامه. فلقيت ان ناس معاها عربيات كهرباء بقالهم 8 سنين و7 سنين مفيش مشاكل الحمد لله، والدنيا زي الفل. والمصاريف بتاعه الصيانه اختفت.
الاعطال قلت جدا. البطاريات بتتعمل، يعني البطاريات بتاعت العربيه دي بتتغير او بتتعمل يعني بتصرفي عليها، هي حاجه الوحيده الغاليه قوي فيها البطاريات. فهي العربيات الكهرباء بتوفر لك كل مصاريف الصيانه ومشاوير الصيانه، لان المشاوير بالنسبه لي بتبقى رخمه، وان انا اتعامل مع صنايعي اصلا بتبقى حاجه بتضايقني، دي بتوفرها لي. فانا اصلا منحاز شويه للعربيات الكهرباء عشان الموضوع ده، ان انا ابعد خالص عن اي حد يشتغلني عن الوش بتاع الصيانه والحاجات دي. يوم خلاص هزهق هروح اغير بطاريه وخلاص. المواتير بتاعتها بيحصل لها مشاكل، ممكن، ما هو الكهرباء برضو ليها موتور كهرباء طبعا، بيبقى ليه مشاكل بس قليله جدا يعني، تكاد تكون من النوادر، وبعدين عدت فتره كبيره، فالتحديثات اللي حصلت خلت ان هم يعالجوا الاعطال القديمه، واي حاجه الكترونيه كده كده بتبان مع الوقت، لان هي بتعمل لها ابديت، بتعمل لها كذا حاجه. فالعربيات الكهرباء جايه، بس عايزه ان احنا نبقى عندنا ثقافه بيها اكتر، نفهم عشان نطمن. حته ان انا مش هجيب عربيه كهرباء عشان هتقف مني على الطريق، ما اي عربيه ممكن تقف على الطريق، انا كده كده هتصرف. محطات الشحن بقت كتير قوي في مصر، ودي حاجه حلوه وهتكتر اكتر، لان كل دلوقتي بقى عامل حسابه ان هيجي له حد عربيه كهرباء، اي مول، اي طريق سفر، فكله عامل محطات شحن، وفي شركات شحن اصلا هي اللي عامله المواضيع دي، فهم بيستفيدوا ان هم يحطوا، لان ده برضو بيزنس مش حاجه عاديه. في عربيات بقى اللي انا عرفته في اخر حاجه رحتها، هي فيها مولد، لو انت عطلتي على الطريق كهرباء بيجيلك، لا بيجيلك يشحنلك. اوكي، دي فكره هايله، الفكره دي لو العربيات بتطلع لنا كمان بيزنسز مختلفه، يعني ابلكيشنز بقى تبتدي تشتغل شباب ان انا واحد يحط مولد عنده ويتحرك، لو حد فصل يكلمه يروح على طول، هتبقى منتشره، هتنتشر اكتر. كل ما العربيات الكهرباء بتزيد كل ما تنتشر الحاجات دي، بس في مشكله بسيطه قوي، ان مراكز الصيانه في مصر لعربيات الكهرباء قليله قوي. هي ما بتحتاجش صيانه، هي حاجات بسيطه بس برضو ان حد يتابع معايا، يعني عشان انا كمستهلك ابقى مطمن ان انا هعمل صيانه فين. ففي شركات كبيره حاليا جابت عربيات كهرباء، فدول بيصينوا عندهم في المراكز بتاعت العربيات البنزين، توكيلات بتاعتهم، توكيلات. فدي برضو خطوه حلوه، ان احنا هنخش في حته التكنولوجيا دي هتقلل من البيئه اللي بتحصل، اللي هي العوامل البيئيه من السبب العادم بتاع العربيات. كل ده هتفرق، لان بيشجعوا بره مصر او بيشجعوا في اوروبا عامه عربيات الكهرباء، عشان يقدروا يحافظوا على البيئه بتاعتهم، عشان يقدروا البنزين ما يبقوش مستهلكين للبنزين بس. فالعربيات الكهرباء ان شاء الله هنجيب واحده ان شاء الله جايه. طب يا سالم، عايزين برضو نتكلم عن حاجه مهمه برضو في عنك، في حاجه من الحاجات اللي عملتها، كتابك اللي كان، والله العظيم يعني انتوا الاهتمام ما بيتلفش. شفت؟ لا انا هنا مقصد. هنا يعني انتوا جبر الخواطر، جبر الخواطر. انا رحت 15 مقابله. شكرا للاعداد يا جماعه برضو عشان هو اللي مدينا المعلومات القيمه الغاليه دي، فشكرا. كتابك اللي كان في معرض كتاب عربيتك شخصيتك، عايزه اعرف الكتاب ده كان محتواه ايه، وجات لك الفكره ازاي ان انت تكتب كتاب؟ هل انت كان في بالك من زمان ان انت يبقى عندك كتاب؟ لا، هو ما كانش بالي خالص. اللي حصل كله ان انا رحت معرض الكتاب قبليها بسنه عشان يعني اشوف السوق فيه ايه، اشوف كتاب للعربيات واحد، كتاب واحد للعربيات، ما لقيتش ولا كتاب للعربيات، كتاب حتى للمبتدئين يعلمهم اللمض التحذيريه يعني. في كتب كتير للطبخ، ما هي دي زي دي بالظبط، انا عايز اتعلم دي، يعني عايز اتعلم دي. فين كتب العربيات؟ فين؟ ما لقيتش ولا كتاب خالص. فقابلت شخص يعني صاحب الدار اللي انا اتعاملت معاه، قلت له ما فيش كتب. لا، هو كان متابع ليا، فقال لي طب ما تعمل انت. قلت له اعمل انا ايه؟ قال لي ما انت مدون، يعني انت بتعمل محتوى وبتعمل سكريبت، فاجمع كل دول في الكتاب. قال لي اعمل. قلت له خلاص هعمل ان شاء الله، ما ومشيت. بعديها بشويه لقيته بيكلمني، عملت الكتاب؟ قلت له هعمله، هبدا فيه. ابتديت وعملت، ابتديت بقى ايه اتارجت مين؟ الناس المبتدئين، لان مفيش حد هيجيب كتاب غير الناس المبتدئين، وانا برضو مش هكتب فيه حاجه علميه يعني. انت اسلوب بسيط بطريقتنا كده الطيبه الجميله دي. بدل ما تقولي لي لمبه حامل، هتعرفي تقولي لي لمبه الوساده الهوائيه، ايوه، اللي هي الايرباج.
اللمبه شريق اللي هو بتاعت ابريق الشاي هتقولي لي لمبه الزيت. فانا حطيت ده في الكتاب وعملت بقى مواقف حصلت. انا الكتاب مش بتكلم عن شخصيتي ولا روايه ولا اي حاجه. ايوه طب الاسم ليه عربيتك شخصيتك يشد، وفي نفس الوقت اللي معاه عربيه بتبقى هي فعلا بتنعكس على شخصيته. بس هو الاسم ملوش علاقه بالمحتوى بتاع الكتاب. هو ممكن يكون ده عمل اللي هو يا عربيتك شخصيه يعني. فبيبصوا عليه، طب انا فعلا هو برجي من شخصيتي، طب ايه ده كده يعني. فهو جت كده. اما الكتاب كله محتوى عن العربيات يعلق يعني. لو واحد مبتدئ قرا الكتاب ده هو خلاص كده. هو انت لو قريت الكتاب هبقى اجيب لك الكتاب ده. ماشي يا ريت، ده هيثقفني إيه واخده معايا وانا مسافره يعني. يا لينا للدرجات دي بقيت اجيب لك الكتاب والله. بص من الكونفرسيشن اللي كام دقيقه واحنا بنتكلم كده خدت كم معلومات كبير، ما بالك بقى لما الواحد يتمعن الموضوع يبقى مش عارفه. يا لينا بس مش اول ضيف ينورنا ليه علاقه بسوق السيارات وبرضه حاسه ما فيش فايده. هو اشطر. انا الله يخليك والله. تفتكر هيبقى في فايده يعني؟ لا خدت معلومات وانا قاعده، مش مجرد حد باشنت للعربيات. انا بس عايزه اقول لك انا لحد دلوقتي ما ركبتش ولا مره جنب لينا. بص عليك يا سو. طب لا عايز اسالك على الكتاب بقى، لقيت عليه تفاعل يعني فعلا الناس بتشتريه ولقيت ان في جمهور ولا الموضوع ما كانش احسن تجربه؟ اي كتاب ممكن يبقى فيه محتوى حلو جدا بس مش متسوق له. صح، ودي مشكله. فانا سوقت له كبلوجر بقى، عملت له فيديو جاب مليون مشاهده، فالكتاب اتباع على الفيديو ده. حلو قوي يعني. السوشيال ميديا ساعدتك؟ السوشيال ميديا ساعدتني بصراحه، وهو باع منه اول طبعه في وقت قليل. وانا اصلا مين اللي اشتريه بقى الاول طبعه دي، ستات ولا رجاله؟ الاثنين، الرجاله المبتدئين، الشباب المبتدئين، والبنات برضو عايزه تتعلم. البنات بتبقى خايفه فعلا، بيبقى عندها حته رعب، فالواحد زي ما تقولي كده ايه بيبقى عايز يطمنهم. لان انا برضو اختي بتسوق ببقى خايف عليها، فبقعد اقول لها بصي اتفرجي على الفيديو اللي جاي ده هيعلمك ازاي تحطي ميه في العربيه لما انا مبقاش موجود، ولا الحوجه بقى لحد. وهي بتقف على الطريق يعني، ما ممكن اي وارد تحصل مع اي حد فينا. طب انا عايز اسالك سؤال مهم جدا الفتره دي. طبعا انت عارف اسعار العربيات دلوقتي في الهبل يعني. لا بس هي دلوقتي ابتدت، بس هي دلوقتي بتنزل، بس برضو الاسعار مش افوردبل يعني. كان زمان حد يشتري عربيات دي كانت كده يعني اللي هو سهله الموضوع، بسيط جدا جدا، وكان سهل وكان الواحد يحوش ويظبط. دلوقتي انت بتفكر اشتري بيت ولا عربيه؟ يعني اللي هو انت بتتحط في الخانه دي. فناس كتير بتتجه بقى للريسيل، ان هي تشتري عربيه اوريدي مستعمله بتاعت حد فتشتريها. انا بقى عندي سؤال في الحته دي مهمه قوي. انا دلوقتي عربيه عجبتني، حد بيبيعها، فانا رايحه اعينها زي ما بنقول بالبلدي كده. ايه الحاجات 1 2 3 ابص عليها عشان اتاكد ان العربيه دي كويسه وان العربيه دي خلاص هاخد قرار اشتريها؟ طيب بص، هو حته ان انا اروح ابص على العربيه واشتريها لوحدي مش هينفع لو انا مش فاهم في العربيات. حتى انا شخصيا ما ينفعش اروح اشتري عربيه لوحدي. ليه بقى؟ لان انا ما بفهمش في الساق بتاع العربيه ده، هل العربيه دي ملحومه ولا لا، عامله حادثه من حته معينه ولا لا. في ناس متخصصه في الحاجات دي، ممكن تجيبي حد مش فاهم، اللي هم ممكن يكون معاه قلم بايظ، الحاجات دي مش برضو دي مش ايه ده يعني. انا لو اشتريت القلم ده ما اعرفش اكشف انا بنفسي؟ لا طبعا، ده القلم ده اصلا ساعات ما بيطلعش الحاجه مظبوطه، بيخيس. فانت مبدئيا بتروحي تبصي على العربيه عجبتك تقولي له خلاص انا هاخدها، بس هجيب حد يكشف عليها. لو ما فيهاش حاجه هخلص فيها، ولو انت مثلا عايزه تعملي له عربون مفيش مشكله، بس تقولي له الشركه اللي هتيجي مثلا تكشف، لان انت ما تجيبيش ميكانيكي برضو. لازم يبقى حد متخصص. دلوقتي في شركات اصلا بتكشف وتشتري لك وتقول لك ريبورت اهي، تشوفي انت بقى العربيه دي فيها 1 2 3 4، هتصرفي كام بعد ما تشتريها يعني. بصي بيعملوا حاجات ممتازه يعني، ده هو تحليل وبيعلم لك كل خدش في العربيه. كل ده كذا شركه بتعمل الموضوع ده، انت تختاري حاجه ثقه وتروحي لها. لما تروحي تبصي على العربيه عشان تشوفي، لان الشركه دي بفلوس، فانت قبل ما تجيبيها وتدفعي لها تبصي على ايه بقى؟ تشوفي الصالون. طبعا انت كبنات هتبصي في الصالون، لو الدريكسيون بتاع العربيه منحول يعني تحسي ان هو بتاكل، بس ده من الشمس حرام، لو بتركن الشمس في شمس كتير. بس لو العربيه ماشيه 50,000 كيلو يبقى مستحيل يتنهل، لو ماشيه 100,000 كيلو مستحيل يتنهل. فوق ال 100 قصدك عشان يعني حد لعب في العداد يعني؟ بالظبط. بتشوفي الحاله في علامات ومؤشرات بتقول لك في تحوير في العربيه دي ولا لا يعني. وبرده فيها غش يعني، ممكن غير الدريكسيون اصلا وانت تقولي الدريكسيون حلو ما فيش حاجه. فانت بس انت بتبصي وبتعملي اللي عليكي عشان لما تجيبي الشركه تقولي له اهي اكشف لي بقى العربيه. هو عشان بقى برضو سعر الكشف ده غالي، فانت ما تدفعيش سعر الكشف ده كل يوم على العربيه، حرام. وفي نفس الوقت سعر الكشف
هيعوضك، ما تخسريش المبلغ كله. في عربيات بتبقى نصين، بس ده طبعا كان زمان، دلوقتي المرور شديد قوي فما بقاش فيه الحاجات دي. بس بيبقى في عربيات عامله حوادث، هي دي بقى اللي بنخاف منها تبقى متبهدله. هو مفيش مشكله، هي بتتصلح وبتمشي، بس يقلل في سعرها، ما يديهالكيش بنفس سعر سليم. بالظبط. احمد بجد فتنا ونورتنا النهارده في عيش سعيد. شكرا على المعلومات الحلوه قوي دي، ومحتاجينك بقى في حلقات كتير جايه ان شاء الله. ميرسي جدا احمد. شكرا ليك. قبل ما تمشي بس تديني كم من 10 في العربيات؟ لا انت 8 من 10، عشان انت بصراحه اول ما دخلت قالت لي كل حاجه. بس على طول بعمل ايه؟ انت بتقولي ايه؟ فخر العيله. حلوه 8 جدا على بنت، يعني انا مش هقدر اقول بقى 10 من 10 عشان معاك. دي بقى ساعتها نفتح الكبوت بقى ونقول كلام تاني. شكرا يا احمد نورتنا، وبجد فعلا معلومات مهمه جدا. دي شرف لنا انا جيت لكم، وان شاء الله دايما تبقى ضيف موجود معانا على طول. نتمنى تكونوا انتوا كمان استفدتوا بحلقتنا النهارده من عيش سعيد. نشوفكم في حلقات تانيه كتير. باي باي. باي باي.